مشاهدينا الكرام وقناه ناديكم نادي الزمالك، اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده من برنامج فن وهندسه. انا احمد عطا وبسعد بصحبه زميلي وصديقي العزيز محمد خليفه. اهلا بك يا عطا واهلا بكل مشاهدينا في قناه نادي الزمالك. النهارده حلقه مهمه جدا، ليله الديربي. بس قبل ما نروح للكلام عن الديربي هنبدا الاول بتحليل ماتش طلائع الجيش، بعد كده هتبقى فقره وجها لوجه مهاجم الزمالك في القمه، عمر السعيد انسب ولا سيف الجزيري انسب؟ في استفتاء على تويتر البرنامج، على صفحة قناة النادي كلها، بين سيف وعمر. نتمنى كل الناس تشارك فيه، ونتمنى برضو تستنونا في الفقرة ما هنتكلم كده أنا وعطا ونشوف مين جاي مع مين ومين هيروح فين، ونستعرض سوا مين المهاجم الأنسب في القمة. بعد كده فقرة السكاوتينج، النهاردة غيرنا شوية، مش هنركز على لعيب معين، هتبقى نظرة على المنافس بشكل عام. وفي النص بقى التقرير بتاعتنا اللي دايما بتيجي من قيمة وتاريخ نادي الزمالك. ومناسبة الديربي، جاهز يا عطا؟ جاهز ان شاء الله، ربنا يكرم. اهم حاجة لعبتنا تبقى جاهزة، لان بكرة ديربي القاهرة، ديربي اللي بيقام مبكرا وهيسفر عن تصدر فريق من الاثنين لجدول الدوري منفردا في حالة فوز احدهما. مباراة بتيجي في توقيت مبكر من الموسم، وهو امر بيقلل شوية من اهميتها، لكنه بيجنبنا في نفس الوقت سيناريو ان المباراه الثانيه في الدور الثاني تكون تحصيل حاصل في حاله حسم احد الفريقين للقب الدوري، زي ما كان بيحصل في سنوات سابقه، يعني سواء اهلي او زمالك. عمري ما هستخدم كليشيه مباراه ثلاث نقط فقط ده، لان انا مش متفق ان دايما الديربي ليه احكامه يعني. لكن في نفس الوقت، ورغم ايماني ان الزمالك قادر انه يفوز باللقاء خاصه مع ادائه مقارنه بالمنافس في المباراه الاخيره في الدوري، الا ان لازم المباراه دي تاخد حجمها المنطقي. المباراة الفائز فيها هيحصد مكاسب كويسة جدا تتعدى الثلاث نقط، أنا صريح أهو، منها الصدارة بالتأكيد، لكن أهمها بالنسبة للزمالك هي تصدير شك إضافي للمنافس اللي في حالة من الشك كده تحوم حول مدربه. اللي متابعني من زمان هيعرف أن أنا كنت من محبي باتشيكو جدا ومن أشد المعارضين لتولي كابتنون، لكن الحقيقة أنه منذ فترة المباراة السابعة في الموسم الماضي وانطلاقة الموسم الحالي أنا نظرتي اتغيرت. غيرت بشكل كويس جدا تجاه كارتيرون، واصبحت اكثر ثقه فيه وفي قدراته. المكسب في رايح هيمنح الزمالك طاقه نفسيه عظيمه، ده اكثر من ثلاث نقط، وايمان اكبر بامكانيه تكرار الفوز بالدوري هذا الموسم. اما الخساره فهي فعلا مش نهايه المطاف ولا اي حاجه، بل انها حتى مفترض برايي ما تغيرش قناعاتك كتير تجاه المدرب وتجاه فريقك لو انت اصلا مقتنع، خاصه وانك فزت بالدوري السنه اللي فاتت من غير ما تهزم المنافس، دي نقطه مهمه جدا. اما على الجانب الاخر فمكسب الاهلي برضه هيمنحه طاقه نفسيه كبيره، ده اكيد، وهيسترد موسيماني ثقه جماهيره فيه. لكن الخساره في رايي مشاكلها اكبر من المشاكل اللي ممكن تحصل للزمالك، يعني نسبيا طبعا، لان حاله الشك ممكن تتعزز في موسيماني الراجل اللي حظى بكل ما يريد من صفقات وبالاسم. الخلاصه مكسب المباراه يزود الزمالك جدا ويزود الاهلي جدا، لكن في رايي انه دي مش دعوه للانهزاميه ابدا والله، يعني انا دايما ساظل اقول ان الفوز بالديربي ليه طعم خاص، لكنها فقط يعني دعوه انك تعرف ان لا شيء مفترض يتغير كتير في قناعاتك لو كانت ايجابيه، لولا قدر الله جت النتيجه عكس ما تامل. بص عطا، انا ليا وجهه نظر دايما، احنا محتاجين كجمهور نادي الزمالك ما نبالغش في رده الفعل. انت كسبت، ما تبالغش في رده الفعل بالفرح الزايد، لان ده بينتج على ايه؟ نظريه ان انت ايه، بتفكر هتعمل ايه في ضفه النهر الاخرى قبل ما توصل لها. انت هدفك الاجمالي هو الفوز بالدوري. طبعا الفوز بالديربي مهم جدا، ولازم اللعيبه تكون حاطه ده في يعني هتستموت عليه، ولكن قبل اي شيء يعني. ولكن لازم تعرف برضو انت بتلعب على بطوله الدوري العام، فما تبالغش في ردة فعلك لو انت كسبان، وفي نفس الوقت ما تبالغش في ردة فعلك لو النتيجة غير إيجابية. لازم تكون ردة فعلك متزنة، لأن خلينا كلامك كده ايه، نبص بصة على آخر بطولتين الزمالك كسب فيهم الدوري اللي هو هدفنا اللي احنا بنلعب عليه. هنتفاجئ بشوية حاجات كده جاية. الزمالك كسب الدوري ازاي؟ هتلاقي الزمالك بيكسب الدوري بدون ما يعني ما يكون أهمية المباريات الكبرى اللي هي بتترسم دي كلها هي العنصر الحاسم. تعال نبص على الارقام عشان ما يبقاش كلامنا نظري كتير، ونبص على موسم 2021 النقاط اللي جمعها الزمالك ومقارنه بالنقاط اللي جمعها الاهلي كانت جايه ازاي في الموسم اللي اعلن فيه الزمالك بطل للدوري العام. هنبص هنا الزمالك ضد التوب 6 اللي هم كانوا الاهلي، الزمالك طبعا في المقدمه، والاهلي وبيراميدز وسموحه والمصري وانبي. الزمالك جمع 21 بونت متاح من 30 بونت، نفس عدد النقط اللي جمعها النادي الاهلي المنافس الزمالك اللي خد المركز الثاني كوصيف. الزمالك بقى خد الدوري منين غير المباريات الكبيره، مباريات التوب 6 اللي كانوا في بدايه الدوري؟ خدوا من فرق منتصف الدوري. فرق الاربع نقط اللي الزمالك نهى بيهم الدوري جايين من مباريات منتصف الجدول، اللي هي كانت فرق
اتحاد، جيش، مقاولين، سيراميكا، مقصه، جونه، اسماعيلي. الزمالك عمل ريكورد كويس جدا جدا جدا، من 42 نقطه متاحه الزمالك خد 38 بونت. عارف الزمالك خسر كام بونت؟ 4 بونت بس، ماتشين تعادل اللي هو كان ماتش الجونه وده كان في ظروف وملابسات، وماتش المقاولين اللي فريق الزمالك ما كانش في افضل حالاته الفنيه لسه، وما كانش كانت فتره النقل بين باتشيكو وكارتيرون، ولكن الزمالك قدر في 14 مباراه ثانيه يفوز في 12 مباراه، وهو ده الفرق اللي الزمالك نهى بيه الدوري مقارنه بالاهلي. حتى الفرق اللي نفست على الهبوط الفريقين حققوا 21 بونت من 30 بونت متاح، ودي نسبه فقدان كبيره في نادي الزمالك لازم ياخد باله منها الموسم ده. اجمالا كده لما نفتكر موسم 2021 هتلاقي الزمالك حسم الدوري عن طريق الفرق منتصف الجدول، وده كان ودي مهم جدا، انت تقدر تعمل ران على الفرق دي، ده بيديك الافضليه. طب تعالى للموسم اللي الزمالك حقق فيه البطوله برده، موسم 2014 2015، وتعالى نبص الزمالك خد الدوري ازاي في موسم 2014 2015، اللقب قبل الاخير. هنيجي هنا ضد التوب 6، الزمالك بقى مش تساوى مع الاهلي في النتائج، لا ده الزمالك خد 11 بونت فقط. تمام، والاهلي خد 17 بونت، كان في افضليه للاهلي في المباريات دي. ولكن نيجي تاني للمنطقه اللي الزمالك قدر يحسم بيها الدوري، كانت منطقه فرق منتصف الجدول في الموسم ده. الزمالك خد من الفرق اللي من المركز السابع، خلي بالك الموسم ده كانت 20 فريق، فهتلاقي عدد المباريات كان اكبر. من الفرق اللي كانت من الموسم من المركز السابع للمركز ال 15، الزمالك خد 48 نقطه مقابل 39 نقطه للنادي الاهلي. هنا الفرق بتاع المواجهات المباشره وضد والفرق الجماعيه اتجمع في فرق منتصف الجدول، بل كمان الزمالك اتفوق ضد، كان في طبعا هبوط 5 فرق، ضد الفرق الهابطه الزمالك خد 28 بونت والاهلي خد 23 بونت، يعني الزمالك برده خد افضليه من فرق منتصف الجدول والفرق الهابطه اللي سمح له انه يحسم الجدول الدوري وقتها قبل النهايه ب3 اسابيع، وده كان انجاز مهم. يبقى انا ارجع تاني، نرجع بقى ونتكلم تاني على المباراه، مباراه مهمه جدا، اهميه الفوز فيها مضاعف. كتير جدا بتيجي في حسبه نهايه الموسم وتيجي تبص تلاقي ان ساعات بتكون مهمه جدا، يعني انت برضه اما خدت الدوري السنه اللي فاتت لو تفتكر الجون اللي جابه ساسي ووصل بيه النتيجه للتعادل كان ليه دور في حسبه النقط اخر الموسم، ولكن نفضل نقول وناكد انها عمليه حسبه نقاط، فانت لا تفرح زياده عشان دايما الفرح الزياده بينتج بعديه حاله استرخاء، لا كسب جميل تفرح وتحتفل يوم اتنين وبعدين تشوف المباراه الجايه عندك ايه وتستعد لها، وده اللي بيعمله كارتيرون. لا قدر الله النتيجه مش كانت على هواك، خلاص يبقى درس وتستفاد منه وتعمل زي ما كسبت الدوري في 2020 2021، وزي ما كسبت الدوري في 2014 2015، تتجاوز اثار اي نتيجه وتلعب على بطوله الدوري العام، الهدف الرئيسي لنادي الزمالك الموسم ده بجانب بطوله افريقيا ان شاء الله. لا يعني هو عموما يعني احنا زي ما بنقول كده، احنا اكيد نتمنى نفوز بالدوري ونفوز بالديربي بالزبط. لكن لو انت خيرت اكيد هتحب الدوري، ده المهم. فالديربي جزء من الدوري، لكن الدوري مش جزء، يعني فاهم قصدي؟ الفكره ان انا لما الدوري ده او المباراه الديربي وسيله انك تفوز بالدوري في النهايه، انا دايما لو خيروني اكيد احب افوز بالدوري يعني. لكن بعد العرض الجميل اللي قدمه لنا خليفه ده، تعالوا نناقش بقى قضيه كانت واضحه ومستفزه جدا الاسبوع ده. انا مش هخوض كتير يعني في مساله انك تبقى حافظ مش فاهم فتقعد تعد للزمالك ضربات الجزاء اللي بيحصل عليها من غير ما تفند هل هي صحيحه ام ظالمه، يعني كانه مش مطلوب ان الزمالك مثلا ياخد حقه فقط لانه بياخد ضربات جزاء اكتر مما اعتدت تاريخيا انك تراه، حتى لو ده كان على حساب انفاذ العداله في تلك الايام. يعني على فكره، يعني فكره ان الزمالك كان بياخد ضربات جزاء اقل مش معنى كده ان هو ده كان الحق، احيانا كتير كان ممكن يكون بيتظلم، فمش معنى ان العدد زاد انه ده خلاص يعني ما لازم ده في ظلم، لا بالعكس انت لازم تفند عشان تشوف القصه دي. لكن انا مش هخوض كتير في القصه دي، بدل ما نقعد بقى نشوف ضربه الجزاء صح ولا لا، لان الموضوع بقى فعلا مضحك وكوميدي انك تاخد الرقم كده خبط لازم زي ما بيقول. لكن هخوض في حاجه نتمنى نشوف رد عليها، وهي توحيد المعيار التحكيمي. الاسبوع ده شفنا كابتن محمود عاشور بيتجاهل منح اكرم توفيق بطاقه صفراء بنفس الطريقه اللي منح بيها كابتن امين عمر اشرف بن شرقي بطاقه صفراء ثانيه في مباراه الاسماعيلي في كاس مصر الموسم اللي فات او الموسم الحالي، لان الكاس لسه مش عارفين ايه اخباره. لكن يعني على كل لقطه الانذار لاشرف بن شرقي في لقطه الاخراج اللي شفناها هتشوف اللقطه دي عشان مشاهدينا طبعا لازم نتفرج عليها عشان تأكيد. محتاجين نعرض اللقطه. وقتها كان التبرير ان مش هو ده القانون، القانون بيقول ان اللاعب لما يمسك الكوره ويهبدها في الارض كده رغم ان هي يعني ادى ظهره للحكم، لكن برضه كان قال لك ان هو ده القانون، القانون الحكم بينفذ، رغم ان الانذار الاول كان لها بثانيتين يعني في خضم العصبيه بتاعت اللاعب كان ممكن الحكم يتجاوز، لكن هنقول ان هو ده القانون والناس اتكلمت عن القصه دي. لكن ما علينا، دي مش قصتنا، قصتنا
المفترض ان هو لقطه اكرم. لا لا، عايزين نشوف لقطه اكرم برضه عشان المقارنه، هنشوفها. لكن القانون ما اتطبقش على اكرم توفيق اللي ما خدش انذار رغم انه استمر في عناده واحتك بالحكم بشكل ملفت. تعال نشوف اللقطه كده مع بعض. هنا دلوقتي عمل العرقله، مسك الكوره، هبدها بقى ايدين الاثنين حتى على نفس الهبده. ده انا شايف ان هي حتى اشد شويه، لكن وات ايفر، خلاص هنعتبرها نفس الهبده. بص ايه اللي حصل بعد كده، في احتكاك، في اصرار على ان انا انت انا معترض على رايك، ومع ذلك ما حصلش اي تحرك من حكم المباراه. طيب احنا الهدف من عرض الامور دي شيء واحد يا جماعه الخير، احنا مش طالبين غير انه لجنه الحكام تقعد مع الحكام الافاضل تقول لهم ما ينفعش يبقى كل واحد فيكم ليه حكم مختلف عن نفس اللقطه. انت كده بتزرع الضيق من الناس، يعني بتخلي الناس دايما تتساءل عن نوايا الحكم. واذا كانت الاولى ما تنفعش، فعيب ان نفس الحكم في نفس الماتش يبقى ما عندوش نفس المعيار في حالتين متطابقتين على فريقين مختلفين. وده طبعا هنناقشه في الفقره الفنيه عشان كده استنونا. لكن لو سالتني فعلا عما يستفز الجماهير، فمش هلاقي مثال من القرارات التحكيميه اكتر من مساله القرار المختلف بحسب كل فريق. خلينا بقى نتكلم في جزئيه انت اتكلمت فيها اللي هي العداله التحكيميه. في جزئيه ثانيه اعتقد بمناسبه ديربي بكره، انا اعتقد انها هتتوفر للمره الاولى من فتره طويله في كل الديربيات اللي تم خوضها وسط قرارات اللي هو عدم وجود الجماهير. كان القرار المعلن عدم وجود جماهير، ولكن كنا بنشوف دايما المعيار ده ما كانش مظبوط 100%. يعني شيكابالا اخر ايقاف ليه في ديربي الموسم الماضي تم ايقافه مباراتين بسبب، قالوا ايه بقى وقتها؟ ان هو عمل رد فعل على الجمهور في مباراه كانت رسميا بدون جمهور. ولكن اعتقد في النظام الموجود حاليا بنظام تذكرتي المطبق، انا رحت حضرت ماتشين للزمالك وانبي والزمالك والجيش، الصراحه يعني كل حاجه بتتم بالشعر، بيشيك على كل حاجه، تذكرتك بيتم التشيك عليها، الفان اي دي بتاعك بيتم التشيك عليه، الدخول منظم جدا وسريع، حاجه كده بتخليك تروح قبل الماتش مثلا بنص ساعه بحاجه زي كده، ودخول مريح وكل حاجه مظبوطه. كويس جدا. الهدف بقى اعتقد ان احنا بكره هنشوف المباراه الاولى اللي فيها عداله كمان في الحضور الجماهيري، لان كان في يعني قبل كده زي ما قلت كده كان مثلا نهائي افريقيا قال لك ده الماتش مش عارف كام واحد وكام واحد، كنا نلاقي اعداد هنا زياده واعداد هنا مش زياده، وزي ما قلت اخر ديربي وكان المفروض بدون جمهور، ولقطات كلنا ما كناش نحب نشوفها. اعتقد بكره احنا معولين كتير جدا على النظام المحكم المحترم اللي معمول حاليا اللي بيسمح للجمهور انه يحضر بكل رقي وبكل نظافه، وفي نفس الوقت بالعداله، في 1000 تذكره هنا و1000 تذكره هنا، تم حجز تذاكر الزمالك بالكامل. فاعتقد اي لقطه هتيجي بكره ان شاء الله للجمهور هتلاقي فيه بقى عداله الحضور الجماهيري، لان الديربي كمان زي ما كل عنصر فيه مهم، مفيش تفصيله مش مهمه، فالعداله في القرارات التحكيميه مهمه، والعداله في الحضور الجماهيري اللي اعتقد ان هو بكره هيكون متوفر ان شاء الله بشكل يسمح للزمالك ان المنافسه تكون في ارض الملعب فقط، وده دايما اللي احنا بندور عليه، واحنا كزملكاويه بندور ملعب بس. احنا بندور ملعب بس، وبندور على التفاصيل الصغيره في مباراه زي كده، لانه الاهلي فريق قوي والزمالك فريق قوي، التفاصيل الصغيره بتفرق، دايما بيتقال كده، المباريات الكبيره دي تحسم بالتفاصيل الصغيره، فانت ممكن تتجاوز التفاصيل الصغيره دي في مباريات انت تكون مسيطر فيها طول الوقت وفريق اقوى بكتير، بالتالي ممكن تستوعب التفاصيل اللي ممكن تبقى ضدك دي وتمر الامور على خير. لكن فعلا المباريات في التفاصيل الصغيره زي قرار تحكيم صغير او دعم جماهيري ازيد شويه للاعب ممكن يفرق كتير مع الفريق. التفاصيل دي نحب دايما نشوف فيها العداله، مش بنطلب اكتر من حقنا، لانه كمان بقى في تفاصيل تانية، تفاصيل جوه الملعب زي ما اتكلمنا فيها، الروح والقتاليه على كل كوره، كل احتكاك، كل التحام، الحاجات دي بتفرق جدا في المباريات دي، وبتخلي الفريق شكله افضل في الملعب، وبتخلي الروح المعنويه عاليه جدا. فالتفاصيل دي مهمه، لكن كمان لما انت تقدم كل حاجه عندك في الكوره وتخلي روحك عاليه دايما، هتلاقي الكارما بتكافئك بقى، هتلاقي الكارما بتقول لك انت عشان حاولت واجتهدت ممكن جدا تلاقي كره القدم بتكافئك. عشان كده تعالى مع بعض نشوف تقرير الكارما وكره القدم ونرجع لكم بعد الفاصل. لما اتسأل إسحاق نيوتن عن دور الحظ في حياته بعد وقوع التفاحة الشهيرة عليه، كان رده إن الحظ لا يأتي إلا لمن يستحقه، وده مش بعيد عن نفس وجهة نظر واحد من الكتب المشهورة في الولايات المتحدة الأمريكية اللي كان عنوانه Luck is no accident، أو الحظ ليس مصادفة، إلا عن طريق قصص بتحكي إزاي تعامل أي إنسان مع أي موقف صغير في حياته بشكل إيجابي أو سلبي، أوقات كتير هو اللي بيكون العنصر الحاسم في تكوين الصورة الكبيرة النهائية. كرة القدم عالم سحري لفلسفة الكارما، عالم مليان تفاصيل. أوقات كتير الفرق بين إن الفريق يكون بطل
بيكون في تفاصيل زي القتال على كل كورة واللعب بجدية على كل فرصة محتملة حتى لو أوت أو فاول، لأن أي كورة ممكن تكون هي النقطة اللي تفرق بين المكسب والخسارة. علشان نخش القلب الفكرة أكتر، تعالوا نخش جوه لقطات بتأكد فكرتنا. نرجع بالذاكرة شوية من الأول خالص، موسم 93-94 وماتش الزمالك والأهلي في الدور الثاني، ده الجون الأول في قمة الدور الثاني موسم 93-94. الزمالك نهى الماتش بخمس لعيبة تحت السن من قطاع الناشئين. لقطة الجون الأول كانت هجمة خطيرة جدا للأهلي بعد ما معتمد جمال خبط في خالد الغندور وبقى في زيادة عددية للأهلي علينا، وعبد الجليل كان في موقف ممتاز جوه المنطقة. لولا قرار سليم وقتال من هشام يكن اللي لو كان وقف اتفرج ما كانش حد شيله الجون في اتنين لعيبة من عندك طقشوا في بعض. هو خد الريسك بقراره ده لأنه كان ممكن يتلم ويترقص أو يتسبب في بنالتي مثلا، بس في النهاية هشام ككابتن للعيبة صغيرة حواليه شال مسؤوليته وشال غلطة زميله الأصغر منه. كرم ربنا بيجي إن نفس اللقطة تبتدي هجمة جون لينا علشان الماتش يقلب من سيطرة للأهلي لسيطرة لينا. خد دايما نقول هدمه والوحده وجول والوحده وجول وتخبط وجول الجول الجول الأول لنادي الزمالك. موسم 97-98 مباراة الزمالك والمحلة والنتيجة 1-1 لغاية الدقيقة الرابعة في الوقت بدل الضايع. الدوماني اللي كان وقتها مهاجم غزل المحلة بيفوت من محمد السيد مدافع الزمالك اللي بيقع على الأرض. هنا محمد السيد بيرفض يستسلم، بيمد رجله ويقطع الكورة ويتصاب كمان. الكارما بتنزل وربنا بيكافئ الفريق على روح محمد السيد، والهجمة بتنتقل علشان يبقى هدف الفوز في الدقيقة 95. هنا لما تحب تتكلم عن الحظ اللي سمح للزمالك بانتزاع فوز في الدقيقة 95، لازم ما تنساش ان استسلام محمد السيد على الارض كان هيخلي حتى الحظ مش هيقدر يساعدك. موسم 2000-2001 ماتش الاهلي الدور الثاني كان مثال صارخ للكارما. هنا مش بس فريق الزمالك ككل يكافئ على تفاني لاعب، لا، اللاعب نفسه هو اللي يكافئ. مدحت عبد الهادي اللي موت نفسه وشال هدف محقق من علاء ابراهيم، هو بنفسه بيتقدم في ضربه حره ويجيب الجون، وبدل ما النتيجة كانت تبقى 2-1 للأهلي، مدحت بيخليها 2-1 للزمالك، والجون اللي شاله مدحت بيتبروز أكتر ويجيبه هو بنفسه. نقرب شوية ونفس المثال للعيب اللي بيخدم نفسه بنفسه، ونروح لماتش المقاولين موسم 2010-2011. كورنر بيرفعه حسين ياسر، طبيعي إن المدافع هيشتتها والموضوع هينتهي هنا. بيظهر عبد الشافي، رمى نفسه والكرة واطية، خدها بدماغه واستقتل علشان يرجعها لحسين. حسين ياسر بيرفعها تاني، تخبط ترجع لفتح الله اللي بيديها للصفطي عشان يرفعها، بتوصل لعبد الشافي في الآخر علشان يجيب جون رائع بيمينه. ربنا هنا بيصرف لعبد الشافي مكافأة فورية نتيجة لاستقتاله روحه، جون هيفضل في الذاكرة ويتعرض ليه في كل برنامج حتى بعد اعتزاله. الجيل الحالي للزمالك فيهم لعيبة على أعلى مستوى من ناحية الروح والقتال. طارق حامد أميز اللاعبين في أرض الملعب في الجانب ده، ليه لقطة جميلة في نهائي الكونفدرالية 2019 لما قاتل على تمريرة طويلة من الونش وأحيا الكورة اللي جت منها ضربة جزاء المكسب. الونش بعديها بسنة ويجي في ذهاب الترجي في القاهرة في دور الثمانية في دوري الأبطال 2020 ويكسب تاكلينج في نص الملعب، رغم إنه ما كانش هو الأقرب للكورة، بس الكورة دي هي اللي جه منها جون التقدم الثاني اللي قلب الماتش وحسم الذهاب والعودة. وأعتقد كلنا فاكرين لقطة عبد الشافي في ماتش المصري لما قاتل في الوقت الضايع على كورة ميتة وبعيدة عنه وجاب منها كورنر انتهى بضربة جزاء اللي حسمت الفوز في الوقت بدل الضايع. كرة القدم من أسباب شعبيتها الكبيرة إنها أكتر لعبة فيها نصيب من التوفيق بيحسم النتائج، بس التوفيق في أحيان كتير بيبقى نتيجة للي بيتعمل من قتال وجدية ولعب على كل كرة. جينا دلوقتي في فن وهندسة تاني للفقرة الفنية واللي هتخص مباراة زمالك وطلائع الجيش للزمالك أنهاها بالفوز 2-0.
المباراة هي الفوز العاشر للزمالك على عبد الحميد بسيوني. عبد الحميد بسيوني كلاعب بعد ما خرج من نادي الزمالك للأسف كان ليه تفوق على نادي الزمالك كلاعب في حرس الحدود وفي الإسماعيلي، لدرجة ان احنا يعني بقينا بنخاف منه، ولكن كمدرب واضح ان ايه اللاك بتاع كابتن عبد الحميد بسيوني. لا، العشر مباريات كلهم انتهوا فوز نادي الزمالك، ونتمنى ان الحالة دي تستنى، لان احنا بنحب كابتن عبد الحميد بسيوني، نتمنى تفضل نتائج نادي الزمالك إيجابية في مواجهات الكابتن عبد الحميد بسيوني. وهو برضو الفوز الرابع على التوالي للزمالك على طلائع الجيش، وعلى فكرة طلائع الجيش من الفرق اللي الزمالك ما عملش عليها الرن 4 مرات ورا بعض ده خالص، يعني دايما كان طلائع الجيش وخصوصا ماتش الدور الاول ده كان بيبقى ماتش رخم شوية كده، يعني كنا دايما ساعات نعمل ايه سجل كويس 3 مباريات وبعدين يطلع لك بقى ايه ماتش كده لطلائع الجيش تعادل، كان عليك حق في الدور الاول يعني فالفوز المتتالي على طلائع الجيش ده نتيجة كويسة. ونذكركم تاني ان ده المباراة الثانية التي تم فيها ايقاف قائد فريق نادي الزمالك شيكابالا، هي المباراة الثانية من 8 مباريات، وهو الايقاف الذي تم دون تحقيق ودون حتى أن يكون الطرف المدعى أنه تم الاعتداء عليه مقرا بهذا الاعتداء، ونتمنى أن الموضوع ده ينتهي بأسرع وقت، لأن استمرار العقوبة دي بيفضل عداد بيشعر جماهير الزمالك دايما أن في العدالة غايبة. نيجي بقى لطلائع الجيش تاني ونناقش بقى مع عطا الأوراق الفنية لمباراة طلائع الجيش. الفوز المرة دي شبه الفوز على إنبي بالنتيجة، ولكن الدنيا كانت مختلفة شوية، فرق كبير طبعا. تعال نشوف بقى كانت مختلفة ازاي، يعني وشرح لنا كده عطا واحدة واحدة. 2-0 و2-0، لكن فارق كبير جدا في الزمالك، تحسن كتير جدا، عشان كده حتى بقول كان كويس ان احنا نشوف المباراة التانية اداء افضل كتير. فانت لو تلاحظ ان في المقدمة كنت بقول للناس ايه، بقول لهم ان انا بزداد اقتناعا بكارتيرون يوم بعد يوم. واحدة من الحاجات اللي عجباني جدا في كارتيرون الفترة الأخيرة هو الضغط العالي. يعني ادانا وجهين؟ يعني في وجه جديد طبعا. لا من زي ما بقول لك من وقت السبع ماتشات او يمكن قبلها ماتشين ثلاثه، لا فرق وجه مختلف كده الوجه الجديد. لكن كمان بقى الضغط العالي بتاع الزمالك ممتاز جدا دلوقتي. الزمالك بعد ما كان تلاقي دفاع الخط الدفاع بتاعك ورا تماما متراجع جدا، وبعد كده في عندك عدد من اللاعبين متقدمين فيه هو كبيره قوي، لا الزمالك دلوقتي بقى يضغط بشكل كبير جدا. تعالوا كده هنشوف 3 لقطات او يمكن متهيألي 3 لقطات معانا بتبين ازاي الضغط العالي بتاع لعيبه الزمالك. بس قبل ال3 لقطات في حاجه بقى مهمه بقى، تعالى اوريها لك انا بقى، تمركز مدافعين الزمالك نفسه كان عامل ازاي في المباراه. يعني التمركز نفسه متوسط تمركز بالظبط هنا، بص على تمركز المدافعين اللي هو ده المتوسط تمركز اللاعبين في ارض الملعب، يعني بيجمع كل تمركز اللعيبه طول المباراه ويشوف. بص هنا هتلاقي الونش قريب جدا من خط المنتصف محمود علاء، الفريق كله كومباكتد يا خليفه، مفيش فروقات خالص بين الخطوط تقريبا الى حد كبير، وده شيء يبين لك قد ايه الزمالك بقى بيلعب بخطوط متقاربه على عكس فتره كارتيرون. لو جبت في ماتشات ثانيه هتلاقي الامور واسعه جدا مختلفه تماما. لو مش هنطبق بس على الخريطه، لا تعال نشوف مع لقطات كمان بتبين ازاي الزمالك يعني كان عنده. الخريطه دي بتشرح الموضوع النظري، العملي بقى اللي بيحصل في الملعب وروه لنا كده برضه. تعال نشوف بعض اللقطات من العملي بتاعنا، اللقطات اللي بتبين الزمالك انه ازاي الفريق كومباكت. احنا دلوقتي خط الهجوم هنا، بص فين خط الدفاع، فين الونش، حاجه قريب جدا من يا دوبك خط الدفاع كله تقريبا متواجد في نص ملعب الجيش. لقطه ثانيه برضه هتلاقي نفس الامر، الكره بتتشتت من الجيش، بص يعني حتى ايقاع الكره سريع ومع ذلك انت عندك الونش بيقطع الكره في نص ملعب الجيش، ومحمود علاء بيغطي معاه برضه في نص ملعب الجيش، هو دوبك تراجع دلوقتي. فده ما كناش بنشوفه قبل كده، ده شيء كويس بيديلك دايما ان انت على طول الجيش ما يقدرش يتنفس، مستمر في الضغط عليه. بص هنا الونش على طول ما شاء الله عليه كان عمل مباراه كبيره جدا، وضغط برضه بشكل ممتاز واستخلص الكره عشان تكمل الهجمه، بدل ما ترجع كل لعيبتك لورا وتبدا الهجمه من اول جديد واللعيبه بترهق. واللي احنا جبناه ده 3 لقطات، لكن الحقيقه انه مش بس يعني عشان مثلا ممكن تقول احنا جبنا لقطات معينه، لا تعال نشوف اللقطات اللي قطع فيها محمود حمدي الونش الكرات امام لاعبي الجيش. بص ورينا بقى الخريطه الخريطه لا نرجع الخريطه هتيجي دلوقتي الخريطه، لكن الفكره خليفة ان الضغط ده زي ما قلت لك بيديك نفس كبير. تعال نشوف الخريطه، بص كذا طبعا ده نص ملعب الزمالك، لا هنا نص ملعب الزمالك، لكن هنا احنا بنهاجم هنا الجيش. لو تلاحظ ان الونش عند 3 لقطات قاطع الكوره من نص ملعب الجيش، اللي هو اصلا ده في العادي ما كانش بيحصل كتير. احنا عندنا كان عندنا خط دفاع متاخر الى حد كبير، صحيح كنا جيدين فيه لان برضو الونش ومحمود علاء مميزين، حتى عبد الغني برضو معاهم كويسين، لكن النقطه دي انا شايف ان هي كانت مميزه جدا في الزمالك في مباراه الجيش. تعالى نشوف بقى حاجه على الونش، بما ان احنا اتكلمنا على الونش. الونش في 35 دقيقه لعبهم جون انطوي اللي كان بيلازمه الونش، انا بقى من ارض الملعب شايف الونش تفوق تام على جون انطوي. تخيل رجعت بسيط على الرقم كده، في خلال
ال 35 دقيقة دول جون أنتوي عمل باص واحد سليم، يعني في كورة واحدة جون أنتوي قدر يستلمها ومرارة لطلاع الجيش، باص واحد، كل باص واحد بس. كل الكور التانية اللي وصلت لجون أنتوي كان مصيرها إنها تتقطع تطلع منه، وده حاجة مميزة جدا في الونش. نظرة بقى برضو على الأرقام بتاعت الدفاع الزمالك، أنت بتتكلم على إيه؟ الدفاع المتقدم والدفاع المتأخر. خلينا أقول لك إن كارتيرون ضرب الزمالك في الدوري 22 مباراة، أول 10 مباريات الزمالك استقبل 12 هدف وما قدرش يخرج كلين شيت غير في لقاء واحد، رقم كبير يعني 12 هدف في 10 مباريات، يعني كان في ماتشات بيستقبل فيها الزمالك جونين زي ما حصل في ماتش المقاولين، زي ما حصل في ماتش المصري، الماتشات دي كلها كانت دفاع الزمالك مش أحسن حالاته. ولكن نيجي بقى لل 12 ماتش التانيين بتلاقي الزمالك قدر يخرج كلين شيت 9 مباريات، واستقبل كام بقى في ال 12 مباراه دول؟ 3 اهداف فقط، يعني حتى الثلاث مباريات اللي استقبل فيهم اهداف هو هدف واحد. فده تحسن كبير في دفاع الزمالك، سواء بقى قدمت الدفاع اخرت الدفاع، لا في صلابه في دفاع الزمالك. لو نبص الونش، محمود علاء، المسلوسي، وايا كان الباك الشمال اللي بيلعب سواء فتوح او سواء عبد الشافي، في درجه ما من الصلابه موجوده حاليا في دفاع نادي الزمالك اللي احنا دايما بنعول عليه. لا انت عارف كمان يعني من مميزات الدفاع مع الزمالك السنه دي، مش بس السنه دي بصراحه، هم بيقدموا مستوى عالي من فتره طويله قوي، ان هم بيساهموا في بناء اللعب بشكل كبير. يا خليفه دلوقتي الجيش، احنا كنا اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت ان انا كنت عندي بعض التخوف ان الجيش ممكن يضغط علينا عالي، ما حصلش الضغط العالي ده بشكل كبير في بدايه الماتش، في الشوط الاول بالتحديد غالبا، يعني بالذات الشوط الاول كان ما فيش ضغط عالي. انت بتستفيد من النقطه دي في ايه بقى؟ ان عندك مدافعين مميزين جدا في الخروج بالكوره، بيطلعوا بيضربوا بين الخطوط، مش بس كرات طويله بقى اللي احنا شفناها قبل كده، لا كمان كتير جدا بتلاقي فيه لقطات بيبقى فيها التمرير بيقطع خطوط كتير جدا. والفايده اللي في النقطه دي بالذات يا خليفه، اللي في رايي انه الزمالك لما انت تعدي الكوره من طارق حامد وامام عاشور، وقت قطع الكوره يكون طارق وامام عاشور في الصوره، يعني لو اتقطعت الكوره من لما تتمرر الكوره بتمرير عاليه، قصدي تمرير اماميه، ساعتها انت عندك فرصه ان انت توقف الهجمه المرتده، ما يبقاش خط الدفاعي على المشاع كده. فاحنا عايزين عموما نوري الناس بعض اللقطات اللي خرج فيها الزمالك بشكل كويس جدا في لقطات تمرير الامام من الونش. بص التمرير هنا، خلاص هنا طارق، سايب امام على طول، تمرير اماميه خليفه، وده شيء كويس جدا. انا بشوف ان هو بيفرق مع الفريق مصطفى على طول. يعني مصطفى ما استلمش حاجه، بس دي المهم الرباعي الامامي. لما ضاعت الكره اللي حصل ما ترددش عليك بخطوره، بص هنا قدامه طارق، قدام امام عاشور برده بيفكر كمان، يعني ما شاء الله الونش كمان قاطع خطوط بنفسه، جرأة ممتازه جدا. بص هنا برده ومسلم راس الحرب بالظبط، بيفكر في اللي قدام، اللعيب الخالي من الرقابه ما عندوش مشكله يمرر بشكل سليم حتى لو الكره رجعت، بس انت خلاص بنيت فكر عند اللعيبه، اللعيبه عندها الاتيتيود ده مستمرار. الكره هنا رجعت لطارق حامد، هيوصيها للونش برضه نفس القصه، كمل على طول، كمل هتلاقي الونش بيعدي ما شاء الله عليه، الونش ببناء اللعب بتحسن فيه جدا برضه، بتمرير لعمر السعيد او لبن شرقي سوري، والكره صنعت خطوره كبيره. ليه؟ انت ضربت خط الضغط بتاع الجيش كله، خلاص التمريره دايما عند طبعا محمود علاء، مش يعني حدث ولا حرج. عموما هو هنا صحيح هيبر الباك، السباك فين؟ تمريره اماميه ممتازه، خلاص جنب كل القصص بتاعت الضغط اللي انت ممكن يحصل معاك فيها دي، وبقى تمريره اماميه مؤثره جدا. فانت عندك حاجة مميزة جدا، انت مش محتاج تستهلك لعيبة خط النص في بناء اللعب، بل بالعكس انت ممكن بتقدمهم، بتخلي لعيبة تانية تشغلهم ويتمرر امامي. تمريرات ممتازة جدا من الونش ومحمود علاء، كان ليها تأثير كبير جدا ان الزمالك يطور الهجمة بدون ما تحس بأي قلق على الهجمة المرتدة. وده كمان مناسب اعتقد لبروفايل امام عاشور اللي موجود في نادي الزمالك، يعني امام مش من اللعيبة اللي يعني تحب جدا ان هي تشارك في بناء الهجمة من تحت قوي، بتسلمه يعني اما يبقى طارق وامام مش بيستلمه والرباعي الدفاعي بيطلع على قدام، ده مناسب لان امام بيحب يستلم زي ما قلنا، هو بروفايل مختلف شويه عن ساسي اللي كان بالزبط. ساسي محور اداء الزمالك في الاستلام بالظبط. فدلوقتي قدره الونش ومحمود علاء على التمرير اللي قدام ده مناسب كمان لتركيبه خط الوسط الحاليه اللي هي مكونه من طارق وامام. هاجي لك بقى النقطه، احنا اتكلمنا على الضغط العالي اللي طلع الجيش ما مارسوش في بدايه الماتش، ولكن نفس اللي حصل في مباراه انبي، طلع الجيش بدا بضغط عالي في الشوط الثاني، تعليمات المدرب بالظبط، يعني هو بدا خلاص خسران فلازم يضغط. تعالوا نشوف الاول، يعني الزمالك في بدايه الشوط الثاني برده ما بداش بافضل شكل، خصوصا مع الضغط العالي طلع الجيش. هتلاقي الزمالك في اول ربع ساعه كتير كرات، خلاص اللعيب بتاع الزمالك محاصر هنا، يعني طلع الجيش خلاص قرب الخطوط، وهنا بقى في صعوبه في الطلوع بالكوره، الونش بيواجه واحد الكره تتقطع. وانت بتقول بس لاحظ ان امام عاشور مش متقدم زي ما كنا بنقول بالزبط. ليه؟ امام عاشور لما لقى بدا الضغط يبقى عالي شويه، لا بدا ينزل ويوم قريب من طارق، حتى ما بيلجأ للكره الطويله بتتقطع بالظبط. دي كانت بدايه الشوط الثاني،
اللي هي اول 10 دقايق كده في الشوط الثاني اللي هو بدات تشتم خطوره شبه اللي انبي شكلها عليك في مباراه الجوله الاولى. نفس النظام برده كان ضغط شديد شويه اللي هو بارتباك، بقى تلاقي ابو جبل بيطلع الكوره طويله طبعا. الحاجات دي كلها بتلاقي بقى الجيش ياخد هو كل الكور دي مزبوط. بس نرجع تاني برضو اللي هي الحته اللي احنا بنقولها، الزمالك كان في مباراه طلائع الجيش واخد خطوه لقدام وافضل من مباراه انبي. الامر ده يعني في ماتش انبي طول الموضوع وكان فيه هجمات خطر. هنا يمكن في كذا غلط ضغط عالي بس يعني الجيش ما استفادش كتير، والزمالك برضو الموضوع ما طولش. لا ده كمان الجيش تضرر لان احيانا ضغط العالي لما بيتنفسش بشكل كويس واحنا عندنا قدره نخرج بالكره بشكل كويس بنشوف لقطات خطيره على المرمى المنافس، لانه خلاص يعني المنافس بيراهن هو بقى خسر 4-5 لعيبه في مساله الضغط، وانت عندك قدره ان انت تتخلص من الضغط بشكل منظم يبقى عندك نظره كويسه تقدر تكلف المنافس كتير. زي ما هتشوف في بعض اللقطات دايما كان خلاص فكيت خط الضغط بقى في مساحات كتيره جدا بتكلف الجيش، كلفت الجيش هجمات خطيره جدا في الشوط الثاني. احنا ضيعنا فرص كتيره 2-0 دي لا تعبر في رايي عن اللي شفناه في المباراه. يعني تعالى لما نشوف مع بعض اللقطات اللي بتبين ان الزمالك لما قدر يخرج بالضغط قدر يعمل خطوره كبيره. هنا الونش الفتوح وصلت له الكوره، بص هنا برضو في ضغط جامد قدرنا نخلص من الضغط. ما انا فاهم بعد كده خلاص خلصت من الضغط بقى خلاص في مساحه كبيره خلاص الخط ده كله طلعته بره اللعبه بالكره الطويله المتقنه. فاحنا برضو الكرات الطويله ليها فايده لما تكون متقنه سواء ارضيه او طوليه. اسفرت عن الهدف هنا برضو تخلصت من الضغط اول ما خلصت منه من عن طريق طارق حامد خلصت 4 بقت كل المساحه دي فاضيه بسبب ان الضغط ان انت عندك قدره تحافظ برباطه الجأش زي ما بيقول كده. انت عندك ازاي تمسك اعصابك لحظه عشان تفك الضغط هتلاقي نفسك تاخد الجايزه الكبيره اللي هي الهجمات الخطيره دي يا خليفه. بص هنا برضو المسلوسي تدرج جيد بالكره ونجم ترجع الكره لطارق حامد ممتاز جدا لزيزو فك الضغط خلاص وصلت اكتر من لاعب في منطقه مناطق خاليه جدا. ميزه فك الضغط ايه كمان؟ معشور لا ميزه فك الضغط ان انت حتى اللاعب لو غلط في الاستلام لو رجعنا للكره دي تاني ما بقاش فيه الكثافه العدديه من لعيبه الجيش اللي هي تاخد الكره. يعني انت بص هنا هتلاقي ايه هي طالت من زيزو شويه بس عشان انت ضارب كذا خط خلاص من طلائع الجيش هتلاقي ان ما بتطول من زيزو بتروح لامام. يعني هنا بص زيزو في الاستلام اهي الزمالك اللي خدها راحت لبن شرقي اللي هو ايه يعني في الاول بقى ما يبقى الفريق مش بيلعب عليك ضغط خلاص الكره اللي تطول ولا اي حاجه هي بتروح على طول للمنافس ما بقاش في خرم ابره انت بتتنفس منه. تعالى بقى الحته تانية اللي كنت ملاحظها الزمالك استفاد من يعني احنا قلنا ايه ظاهرين الطرف في الجيش مش افضل حاجه احنا كنا يعني مراهنين شويه على حسن مجدي لعيبه الزمالك لا اصطادت محمد ناصر مصيده عملناها كده قعدنا نلفت النظر حسن مجدي عشان يطلع محمد ناصر لاعب مميز جدا على فكره وهو لاعب سابق في نادي الزمالك ليه منه ليه مننا كل التقدير والاحترام لكن عامل السن دايما الكوره برده ما بترحمش وخصوصا اللي بيلعب عليه زيزو زيزو ما شاء الله يعني في قدرته على الانطلاق والسرعه مرعبه جدا فالزمالك لعب كور كتير جدا على محمد ناصر. تعال نشوف كده مثال ليهم الزمالك استفاد قد ايه من سرعه زيزو واللعب على المساحه اللي هي ورا محمد ناصر بالذات كان في تركيز من الزمالك في الحته دي. تعال بص هوب هنا بقى زيزو شوف يعني وسط اثنين وبيستلم وبيعدي وعمل فرصه طبعا زيزو هنا عظيم. يعني هي فرصه مصطفى فتحي مصطفى فتحي بس جت على يمينه لسه بقى زيزو يطبق على مصطفى بقى انت فاهم دي كوره الهدف وده دايما احنا بنحب ليه كوره لان ده النموذج الصار يا كره القدم بتبقى عشان تخش الكوره الشبكه دي ورا ناصف برده هنا زيزو لمسه اثنين عمر سعيد عمل اللوب الجميل اللي هو جابه تعامل زيزو مع الكورتين عموما عزز من كوره تعالى برده بص هنا بن شرقي الامام امام برده هيصطاده وعلى المغمض ورا ناصف على طول كانت هنا ونجم وكانت فرصه يعني ايه الحظ فيها يعني كانت ممكن تختم بجون لاشرف بن شرقي او حاجة. فاستغلال محمد ناصف كان من السمات المميزه واجمالا بقى الزمالك في المباراه عمل كام كره طويله سليمه. خلي بالك ما انت ممكن تلعب 50 كره طويله المهم كام كره توصل 15 كره طويله وده على فكره في الدوري المصري بيبقى رقم مميز جدا بيساعد الزمالك زي ما قلت اللونج باص بتطلب حاجتين لاعب مرسل بيرسل بدقه ولاعب بيستقبل الزمالك بيساعده جدا في الاستقبال سرعه زيزو وسرعه بن شرقي في المساحه دي. فاعتقد ان الزمالك كاحد اسلحته المهمه زي ما بنقول بنبدي واللعيب المدافع بيضرب خطوط لا كمان الكور الطويله المميزه من اسلحه الزمالك المهمه اللي هي شغاله الدوري ده وان شاء الله تفضل شغاله معانا يعني باذن الله. في بقى لاعب انا كتبت عنه تويته كده قلت امام عاشور اون فاير ساعات تقول لي انت بتتفرج على ماتش تاني ولا ايه؟ انا بصراحه شككوني في نفسي بس انا متعود ان انا ما اشوفش الماتش مره واحده لان انا شفت حاجات
شفتها من امام عاشور كانت رائعه، بس برضو حاولت افهم ليه الناس مش مبسوطه من امام. انا تحليلي المتواضع انه الناس ممكن بتاخد باللقطه احيانا، لقطه تاثر فيك بشكل كبير جدا، تديك انطباع ان امام عاشور ما كانش افضل شيء. اول حاجه عايز اقولها لك قبل ما نشوف اللقطات، ان امام عاشور اكتر من قطع الكرات في الزمالك، وبالمناسبه في كل المباراه 15 مره، 15 مره قطع امام عاشور او استعاد الكوره معنى اصح، يعني يعني سواء احتكاك او قطع كوره انترسبشن، 15 مره امام عاشور قدر يقطع فيها الكوره. وعايز اقول لك ان انا عارف انت ممكن تكون تاثرت بلقطات ايه، انا مش جاي اقول لك شوف امام عاشور الرائع المميز وكل شيء، لكن برضه عايز اوريك ان انا فاهم، ياخد باله منه. انا فاهم كويس في السن طبعا، صغير بيفرق، بيبقى عنده دي وعنده دي طبعا. ودي تعال نشوف الدي الاول السلبيه اللقطتين اللي انا ممكن اوريك، اقول لك ده يديك انطباع ان امام عاشور ما تبقاش انت مبسوط منه، اللي هي طبعا اللقطه الرئيسيه اللي كل الناس كانت الناس كانت عايزاها جول طبعا، مفهوم. انا متفاهم جدا الناس تغضب امام عاشور على اللقطه دي مش على مجمل اعماله في المباراه، فاهم المجمل اعمالي، عارف انت مجمل اعمالي دي. الكره دي طبعا المفروض كان يتصرف فيها بشكل افضل من كده، هو كان محتاج يصف ممكن يباصي ممكن يصف شماله هنا، التصرف سيء يعني في عنده 100 وهو بيشوط بشماله كويس، هو كان محتاج سن الثقه في الشمال. هل انت تقيم على لقطه زي كده؟ لا، بتعب اللقطه دي برده. بص اولا عجباني الاستلام، بص الاستلام الاول والله تحفه حلوه جدا جدا، الكره دي كان ممكن يباصي، كان ممكن يبقى يتأنى شويه وباصيها لعمر السعيد يبقى خف من كده الباص. لا انا عشان يطلع بقى دي فيها ايه بقى، قول لي. احنا كنا معانا كابتن حازم امام الحلقه اللي فاتت، كابتن حازم قال لك ايه، انا ببص فكنت بساله على انواع الفراد اللي لعب معاهم، قال لك ايه، اما ببص بيبقى معايا عبد الحليم برمي له في مساحه، غير اما ارمي لحسام حسن في رجله، غير اما بتعامل مع وليد، غير كذا. امام بما عنصر الخبره لسه مش عالي هو رماها زي ما بيرميها، ما خدش باله برضو ان ممكن استاذ عمر سعيد مش اللي تترباله في المساحه دي في الوقت ده. تمام. ممكن مع الخبره، وانا دايما براهن على امام حته الايه، الخبره يعني. طبعا. خبره امام، احنا بنستثمر في امام عاشور، يعني الزمالك يستثمر في امام عاشور، لاعب عنده بوتنشال كويس محتاج نستثمر فيه وقت ومجهود في التدريب وشغل على عقليته كمان. ليه بقى؟ لان انت عندك اساس كويس، الاساس كويس وواضح جدا وشفناه في لقطات كتيره هنعرضها، بتقول لي ان هو انا شفت الراجل ده، شفت الراجل ده مفاير، عنده غلطات، عارف ان امام عاشور عنده غلطات، عنده حاجات محتاجه تحسين، عنده حاجات محتاجه تحسين، لكن الخامه دي الكواليتي ده مهم جدا تبني عليه، ما تراهنش على اي حاجه وخلاص، ما تراهنش شران خسران، ابني على اللي احنا هنشوفه مع بعض في اللقطات اللي احنا هنعرضها دي، لقطات ممتازه جدا عاشور، والله ما جبنا كل اللقطات كمان عشان لضيق الوقت يعني، فتعال نشوف اللقطات مع بعض اللي امام عاشور في بيظهر فيها يا خليفه ازاي ان هو لعيب واعد جدا. اول حاجه يعني مش احنا افتكرنا عبد الشافي لما بالزبط. جاب جون، او هو جاب ضربه الجزاء بتاعت الاتحاد انقذ ركنيه، لا ارجع ده لقطه كبيره لقطه مهمه اللقطه اللي فاتت. أيوه. بص هنا امام عاشور هو اللي جاب اللقطه اللي جه من الكورنر اللي جه من الجون الاول، ليه قتاليته على الكوره فيها كمان، الكوره دي مش بس روح فيها ذكاء كمان يعني. طبعا بص أيوه. يعني هو الروح هنا ان هو اتزق وكمل وموت نفسه على الكوره، في ذكاء بقى ان انت تاخد كورنر في الحته دي بكعبك يعني، فيها الذكاء مع المهاره، مش اللي هو موت نفسه وخلاص، لا ده لعيب مظبوط بيفكر بيفكر بشكل كويس جدا امام عاشور. في بقى كذا لقطه امام عاشور بيظهر شخصيه لاعب محترم، لاعب رقم 8 كويس جدا في الملعب، قادر ان هو يساهم بشكل كويس جدا في بناء اللعب يعني. بص هنا خطف الكره على طول، بص القرار السريع، انا قلت الجمله دي وهعيدها تاني، وقف هنا معلش، قلت الجمله دي كتير يا خليفه، كرويف دايما بيقول اللعيب الكويس مش اللي بياخد القرار الصح بس، بياخد القرار الصح في الوقت الصح، هنا خد القرار السريع، محتاج تبقى سريع عشان تباصي الكره، ازاي التوقيفه دي؟ يلا نعيد اللقطه هنا، بص جمال التوقيفه وبص سرعه القرار، القرار دي مش اي لعيب، مش كل اللعيبه يعني، احنا كنا بنحب ساسي بسبب اللقطات دي، امام عاشور اللقطه دي عاليه وعنده نظره للي اللي ناوي يعمله، عنده رؤيه ايه الاستباقيه ايه اللي ناوي يعمله على طول، الكره كره طويله طبعا عمر السعيد، بس بسبب سرعته الابطا شويه، لكن هي الكره دي ممتازه، كره مثاليه يعني. طب تعال نشوف لقطه ثانيه بيظهر فيها امام عاشور ان الكواليتي بتاعه فعلا تقدر تران عليه وتبقى يعني ما بتلعبش على بيع رهان خسران زي ما بيقولوا. بص هنا بن شرقي، بعد كده تتمرن امام عاشور، بيبص بيلف حواليه وبيبص عشان خاطر يعرف ايه اللي ناوي يعمله، التمريره سحريه ممتازه جدا وانيقه جدا لزيزو. في حته بقى حلوه هنا، ارجع لي تاني معلش، بس اللعيب في ساعات لعيب يجي يباصي تلاقيه بيقول ليه اللعيب التاني بص خلي بالك انا هباصيلك، اللي هو بص فالمنافس قرا هو هيعمل ايه. بص هنا امام باصص في الارض وبيعمل الباص، فاهم زيزو هيتحرك ازاي، ودي بتيجي من الانسجام. خلينا نبص تاني، مشيها لي بقى، مشي اللقطه، مشيها لي لغايه لما تيجي عند امام، معلش هتلاقي الحته اللي انا بقول لك عليها، لو هو امام طيب. مش باصص قوي على زيزو، باصص من قبلها، بيعجبني ان هو بيقرا الملعب قبل لا هي مش كاتش اللقطه دي تقريبا هي اللقطه اللي لا بص هنا شويه المسلوسي وبعد كده قام لاعب بالظبط، كمل الباص حلو
مش افضل مش احسن حاجه، لكن هنشوف حاجه لا لا مش قصدي يعني مش احلى لقطه ليه في المباراه، لكن طبعا لقطه ممتازه وبصل المساحه. لكن تعال نشوف واحده كمان، بص دي اللي عجبتني اكتر بصراحه. بص هنا لف، بص بص السرعه بقى، بص الكره، بص ما دي اللي انا بقول عليها، ودى ونجم، بص ودى ونجم بكره وسط، ده في منطقه خطيره جدا. باص ده امام عاشور يا جماعه، ده في نفس المباراه اللي الناس كانت زعلانه منه فيه في بعض اللقطات. ده الامام اللي انا شفته اون فاير بصراحه، الراجل بيعمل لقطات عظيمه يا خليفه. تعالى برده نشوف الامام عاشور لقطات ثانيه بيوضح فيها ان هو لعيب فعلا كواليتي ممتاز جدا. اللقطه هنا امام عاشور بيخطف الكره وبيقاتل عليها وبيكمل وبيطلع هجمه للزمالك بشكل كويس جدا، وبيستمر ان هو لياقه ما شاء الله ممتازه، ويقدر ان هو يخلص الكره لبن شرقي. فامام عاشور لا، امام عاشور قدم لقطات كويسه كتير في المباراه، وبالعكس المزايا عنده في المباراه انا شايفها اعلى بكتير من اللي احنا شفناه من بعض السلبيات اللي سهل جدا تنتر تقدر تحسنها. يعني هقول لك انا ليه برضو بطلب دايما في لعيبه كده، انا ببقى ايه بطلب من جمهور الزمالك زي ما قلت نستثمر فيه وقت شويه ونصبر عليه، اللعيب اللي هو بيديك ال 110%. يعني انا بحب جدا اللعيب اللي هو في حته كده عنده فنياته كويسه، بس في نفس الوقت لما بينزل الملعب بيدي كل اللي عنده. انا بلاحظها دايما في امام، يعني غير اللقطه اللي احنا اتكلم عليها اللي هو طلع كان مزقوق كان ممكن يقع بتاع، لا راح حاول ياخد الكورنر وجاتب منها كورنر اللي فتح الماتش والجون. هوريك شويه حاجات كده في امام بينزل، يعني في كور تبقى راحه مثلا في اتجاه، لا امام بيموت نفسه حرفيا. ممكن ده ساعات حتى ممكن ده العيب اللي في امام، ساعات بيستنفذ بدنيا، هو ما بيعرفش لسه حته التنظيم. يعني اللقطه الوحيده اللي ممكن ياثر فيها لما يكون تعبان مش مكسل، ما انا عشان كده دايما بقول واضحه مع الناس محتاج دايما ينظم حياته وتدريباته، علشان امام هي حته المجهود اللي ساعات بيقل منه في الشوط الثاني. انما امام لما بيبقى في الملعب بيدي كل اللي عنده. تعالى كده اوريك شويه حاجات كده، يعني ايه كور مش بتاعته بيعمل فيها ايه. بص هنا يعني انا بص هو يعني اللي هو بينزل على الارض بكل طاقة بكل، ومش بتتعمل في الماتش مره على فكره. يعني بص هنا برضو هي خلاص يعني لا 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 الكره دي هتكمل فعلا يا امام عاشور افتكرتها. بص خلاص هيعمل ايه، كمل بيهين نفسه. اللي هو ما عندوش مشكله يبقى شكله وحش، الشورت توسع، عارف انت في لعيبه يقول لك مش عايز يوسخ الشورت، ده بيموت نفسه. ده لعيب لازم نستنى عليه ونصبر عليه. والله خليفة انا شايف ان هو حتى ما نصبرش عليه، هو بيقدم بشكل كويس. طبعا تحسن، فكره تصبر عليه دي لما تحس ان هو سيء. طب انا بقى اوريك بقى الحته اللي هي هتجمل كل امام. تمام، هنا الباص الطويل طلع من امام. بص يعني بص هنا الباص بدا من امام جميل، انا هكمل لك يعني ايه الهجمه دي طويله شويه بس هوري لك امام عمل ايه. بدايه الباص كان جميل من امام، رجع تاني بص بيعدي خلص الكوره يعني بتتكلم بالظبط. الباص هنا غلط حلو بقى ما بيوقفش. بص هو الباص هنا غلط ما بيوقفش مع الناس، بص هو اللي بيعمل ايه، هو اللي بيعمل ايه، هو اللي بيعمل هو ايه، هو الوحيد اللي رجع إيه؟ تقريبا خلص الكوره وبيرجع بسرعه، بيرجع بقوه. صبر لعيب كويس جدا، الصبر هو هيديك، يعني هو بيديك ولسه في نسخ دايما افضل من امام عاشور. طول ما مثلا جمهور الزمالك واخد باله من اللاعب بتاعه بيتعامل معاه بشكل جيد، حاجتين زي ما قلنا في المقدمه ما تبالغش في رد الفعل، سواء الفرح الكبير او الحزن الشديد على نتيجه. برضو اللعيب اللي زي امام بيحتاج الميزان اللي هو ايه، زي ما احنا النهارده كده جبنا الحاجات اللي ناقصاه فيها الخبره وفي نفس الوقت الحاجات الكويسه اللي ليه، اتعامل معاه بميزان، ما تحملش عليه ضغط شديد ان انت بتحسسه دايما ان هو مش احسن حاجه، وفي نفس الوقت ما تنفخش فيه بزياده عشان هو لاعب لسه صغير السن. تعالى هنعرض كمان لقطه من ده امام عاشور مش السنه دي بس، تعالى نشوف لقطه كده لامام عاشور وروحه الكبيره حتى من السيزون اللي فات. تمام، بص هنا دي اهداء كده من فريق الاعداد. لا ده اللي هو نزل لها امام، خلي بالنا اللي نزل بدماغه عشان بس اتاكد. بالظبط، دي امام عاشور هنا يضغط مصر يضغط على اللاعب هجيبها، يقطع الكوره بسلاسه. وبرده هو على فكره امام عاشور بحب فيه ان هو احيانا دي اللي نزل فعلا براسه، بس بحب فيه بعيدا عن الراس دي ان هو بحب كتير يقطع الكوره من غير فاول، دي مهمه جدا في لعيب مركز 8 بيقدم اللقطات دي. انا بحيي صراحه الاعداد على الهوا كده، اللقطه دي بتجمل كل اللي احنا بنقوله على الامام. يعني انا فعلا وزي ما قلت دايما برضو امام لسه عنده مساحه تحسن. طبعا طبعا، يعني هي الحته دي لعيب زي امام محتاجين دايما الميزان في التعامل معاه. طب اللعيب اللي نجم بقى كان واحد من نجوم المباراه في اعتقد ان احنا بعد 6 شهور او ممكن بعد 10 سنين وات ايفر ممكن نقدمها في فقره التويت، في لقطه كده لزيزو عجبتني قوي في المباراه، تعال نشوفها كده ازاي زيزو بيشجع لاعب في نفس المركز بتاعه خليفه المنافس بتاعه. المفترض حتى الستايل قريب اللي هو بيعدي هو مش مصطفى فتحي مثلا بروفايل تاني، لا بص روعه فحاجه ممتازه بصراحه. زيزو اصلا بيقدم مع الزمالك مستوى فني
واللي احنا بنتكلم فيه ده دي لقطه جميله جدا زي ما قلت ان شاء الله جاهزه ريتويت تاني ان شاء الله لازم اشوفها كتير للريتويت. لكن احنا اتكلمنا في المقدمه عن كابتن محمود عاشور وكابتن امين عمر وازاي ان المعايير لازم تبقى هي هي. احنا تاني عايز اوضح حاجه مهمه، احنا مش بنتكلم على الانذار، اكرم توفيق انذار انذار اول مش مؤثر، هو راح نتكلم على توحيد المعيار عشان حدش يقول انت هو الانذار يفرق، لا المهم المعيار، الفكره في توحيد المعيار، ما بالك بقى بتوحيد المعيار. خلينا نقول ايه الحكام الدوري المصري كلهم يوحدوا المعيار يا جماعه، لا لا احنا بنقول بقى كمان ايه يا كابتن امين عمر يا ريت توحد المعيار جوه المباراه حتى مش معيار العموم، لانه في لقطات فعلا كانت غريبه جدا في المباراه دي، في اكتر من لقطه طبق يعني قريبين جدا من بعض، ما خد فيهم قرار هنا وما خدش فيهم قرار هنا. تعال نشوف مع بعض نستعرض اللقطات وقولوا لنا حكمكم وقولوا لنا رايكم، يمكن احنا نكون غلطانين، يعني ليه ما نكونش غلطانين، عادي نبقى غلطانين يعني. الصوره تبين بالظبط، تعال الصوره ونحكم ونشوف هل اللقطات دي هل احنا ظالمين الحكم كابتن، هو انا جون انطول بيتشعلق في طريقه في اللعب يعني. اوكي هنا مش هجمه واعده ممكن اعديها مش انذار، بس في شد من فانيلا. مش في شد بالظبط، يعني الشد من الفانيلا مفترض انذار، بس حتى اللقطه دي ممكن تكون اقل اللقطات. تعالى بقى اللقطه اللي بعدها على طول، هنا في شد جامده جدا على طول بيشد طارق حامد، واضح ومستمر في التعلق دي مش طول. مجرد شده بسيطه، هنا ادى لزيزو انذار. اوكي ممكن افهم ان هجمه واعده اعدي دي، فين واعده فين واعده يعني لحد ما معلش معلش عدد المقاطع، احنا لسه عند منطقه جزاء العيش. لا 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 انا هقول لك عارف ايه، لا والله اسمعني بس هقول لك على حاجه، انت عارف اللي انا بتكلم فيه، انا عندي بلاوه اكتر. لا 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 واعده فين يا عم الحاج، ده احنا لسه في منطقه طلاع الجيش والشده هنا كمان مقارنه بشده طلاع، يعني احنا شفنا تيشرت طارق هنا زيزو حمل ايده كده حوالين وسط اللاعب، يعني اهي فين الوعيده يا عم الحاج، ده احنا لسه احنا هنا برضه ده مش معديها لك. يعني خلينا في النهايه نختلف وجهات نظر، لكن اللي جاي ده انا مش شايف ان فيه يبقى في صعب جدا نختلف في وجهات النظر فيه. ما شاء الله على طول يعني سعيد بيه كده كابتن امين عمر. يا كابتن امين عمر وقف بقى على اللقطه دي، بص بس لا لا ارجع كده من البدايه. كابتن امين عمر مدافع الجيش في بدايه الماتش عمال يزق في ابو جبل، ما انتش معدي عمال يزق فيه وخلاص بيعوق ان هو يطلع بره. عارف عمل ايه؟ ده هو خلي بالك راح حذر ابو جبل في الملعب بقى. لا حاجه لا راح حذر ابو جبل هنعديها نعترض عليه، لكن الكره دي واضحه جدا انه بيعوق الحارس. على فكره انا بقى بقول لك ان اللقطه دي غالبا ما بيتاخدش فيها انذار، تمام يعني اللقطه دي رغم ان هي بص في هنا في تعامل بقى مش مجرد واحد بيرخم كده زي ما هنشوف عمر السعيد. تعالى بقى نشوف عمر السعيد، بص الراجل حتى ما وقفش قدامه ومجرد ده عدى جنبه، بس خلي بالك ده كمان اعتقد كان محمد بسام كان هيطلع بره منطقه الجزاء، يعني انا من حقي احتك بالحارس بره منطقه الجزاء اصلا لو هيطلع. خلينا ده تعطيل وده تعطيل يعني، بس يا كابتن امين عمر ازاي الكره دي فيها انذار؟ الكابتن عمر السعيد حقيقي مستغرب ازاي الكره دي فيها انذار والكره الاولى ما فيهاش انذار؟ يعني انا مش فاهم، هل احنا مثلا ناس صياحنا اتهرب ولا ناس بتصيح ولا حاجه؟ لا احنا بنحاول نتكلم المنطق، ما هو المنطق في احتساب دي من غير انذار والكره بتاعت عمر السعيد بانذار؟ توحيد المعيار اهم شيء بالنسبه للحكم، حتى خليك متصف مع نفسك يا اخي، يعني ممكن يكون كل محاكم ليه وجهه نظر، وممكن في العادي مفترض في القانون ما يكونش فيه الكلام ده، لكن في النهايه اتمنى ان احنا ما نشوفش اللقطات دي، بس هنشوف لقطات ثانيه للاسف كمان. تعالى نشوف لقطات ثانيه، بص اللقطه هنا الدخله دي، يعني اللقطه دي ما فيهاش انذار، احنا زيزو خد انذار في الكره اللي فاتت وعمر السعيد خد انذار، دي الكره دي احيانا في حكام بياخدوا بيدوا طرد فيها، ده داخل على وتر اكيليس بتاع امام عاشور كان ممكن يطيره له، يعني الكره خطيره جدا، وانا يعني اتصور على الاقل كان الفار يستدعيه ويحكم طرد ولا انذار، لكن دي اكيد اقل حاجه انذار، ما اداش انذار، مش عارف ايه في منطق ان انت ما تاخدش انذار في لقطه زي كده، فده لعيب في خطوره على اللاعب. لا ما عندناش معاك بصراحه، ما عندناش لعيب الزمالك دخلت بالاسترزات في وتر اكيليس للاعب من الجيش الحمد لله يعني، لكن الحمد لله ان ربنا عدها على خير يعني، فاتمنى اللقطات دي تتراك. تعال نشوف لقطه ثانيه يا خليفه، بص هنا بن شرقي لزيزو، بن شرقي بيعمل ايه؟ بيخل بتوازن اللاعب، دخل فيه فاول، انا اشوف ان هو ممكن تبقى فاول، يعني اعتقد ان هي فاول، اللعيب لما بينط بيبقى اي لمسه فيه خلاص بتخل بتوازنه ممكن تعمل فاول. تعال نشوف هنا كده ايه اللي حصل، كره لعبت عاليه اتلعبت عاليه، بس الونش هيطلع، الونش احسن لاعب في الارتقاء أهي. انا خبطتك اعمل ايه تاني عشان تحسب فاول؟ ما حسبش فاول. فانا مش قادر افهم بصراحه كابتن امين عمر كان بيفكر في ايه في اللقطات دي، يعني هل ليه وجهه نظر؟ هل حد ممكن يبقى ليه رد عن اللي احنا بنقوله؟ هل احنا مش منصفين بما فيه الكفايه؟ لكن انا ما اعتقدش ان احنا مش منصفين في اللقطات دي. نختم بقى طلائع الجيش بفوزنا الجميل عليه، خلينا بقى نروح للديربي. بس قبل ما نروح بقى للنقاشات اللي هتتم بيني وبينك كده عن الديربي، بس تعالى نفتكر تقرير ريتويت بقى المره دي عن حاجه تخص برضو مباريات الديربي. هنروح لواحد من كباتن نادي الزمالك العظام كابتن اسماعيل يوسف، هيدينا نموذج وقدوه كده على لعيب الزمالك وشخصيته هو نازل يلعب ديربي.
الديربي ده بكل اصحابك بكل اصدقائك في تعامل، وجوه الديربي وجوه التسعين دقيقه ليها تعامل تاني خالص. تعال نشوف كابتن اسماعيل يوسف وهو بيحكي لنا، وبعدين هنرجع في فن وهندسه تاني بعد التقرير ده، هنرجع والنقاش بيني وبين عطا، بس لازم نشوف كابتن اسماعيل يوسف في ليله الديربي وهو بيتكلم ازاي تلعب ديربي ولا صداقه في الديربي. على قد ما كل الامور الفنيه مهمه وبترسم دايما صوره الفريق الفايز، الا ان الكوره دايما بنت شعبيتها انها العلم غير الصحيح اللي مهما حاولت تتنبأ بيه، إلا إن أمور زي حالة اللعيبة جوه الملعب بدنياً ونفسياً ممكن يكون انعكاسها على النتيجة أكبر بكتير من حساباتك. أوقات كتير لعيبة الفريق بتستمد شخصيتها في الماتشات الكبيرة من زمايلها الكبار، وكل ما اللعيب الكبير يكون كبير اسماً وفعلاً انعكاسه على زمايله بيكون أكبر. النهاردة مع واحد من كبار نادي الزمالك وأحد الكباتن التاريخيين جوه النادي، الكابتن إسماعيل يوسف. خلينا نسمع منه كان بيفكر إزاي في الديربي، وإزاي مدرك أهمية الظهور بشخصية قوية في الملعب، وفكرة إن مفيش لعيب في المنافس ياخد لقطة عليه، وإزاي الفصل بين كل العلاقات الحلوة والودية برا الملعب وبين حدود الملعب وزمن التسعين دقيقة. احنا علاقتنا مع لعيبه النادي الاهلي من ايام المنتخبات علاقه صحاب واخوات، لكن هم جوه الملعب بتبقى الموضوع شخصيه لعيبه الزمالك او كابتن الزمالك، او ان انا عايز اكسب وهو عايز يكسب، فما فيش الاخويه والكلام ده جوه الملعب، لكن بره الملعب احنا بنخرج مع بعض واصحاب وحبايب. وده كان اول مباراه يلعبها رضا عبد العال ضدنا يعني في البطوله ديت، وفرجته في واحده كده، معلش يا رضا بقى. اسماعيل يوسف هنا بيرجع لارث النادي في التعامل مع الدربيات واللقاءات الحساسه اللي انت كلاعب مطلوب تنزل وانت في قمه تركيزك الفني والبدني نفس الوقت باقصى الحدود المتاحه قانونيا عشان تبقى بلغه الكوره صلب ورزل في الملعب. الكوره لعب التفاصيل، وكل ما الفوارق الفنية بين الفرق تقل بيبقى التركيز والشخصية والقوة والقتال هي عناصر الحسم. وجمهور الكورة والزمالك تحديدا ذكي جدا وبيقدر جدا يعرف اللعيب اللي فعلا جوه الملعب نازل عشان ينتزع الفوز لفريقه بكل نقطة عرق عنده، وشعبية اللعيبة المكتسبة بالتراكم بتبقى مبنية على علاقة وشفرة خاصة ما بيفهمهاش غير النجم وجمهوره. جمهور نادي الزمالك شال العربيه، والعربيه ما العجله كان مش على الارض، يعني كان احتفاله بالسوبر ان هي طبعا مباراه ديربي ومباراه اهلي وضد النادي الاهلي، وبعدين كاس سوبر افريقي كبير عظيم، وتاني حاجه ان انا خدت طارهم من رضا. ورجعنا لكم مع فن وهندسه وفقره وجها لوجه. الاسبوع ده بقى هنتكلم عن من ترى ايهما افضل، سيف الجزيري او عمر السعيد، مش ايهما افضل، مين اجهز مين انسب لمباراه القمه بكره. هنستنى طبعا تصويتكم على الفقره عشان خاطر الفقره دي مش هتكتمل الا بمشاركتكم، ونشوف مين فيكم او يعني مين هينحاز اكتر للراي بتاعي او راي خليفه. نشوف كده في الاول التصويت رايح لمين قبل ما نبدا فقرتنا عشان نشوف التغيير اللي احنا هنعمله، عشان على فكره المره اللي فاتت احنا ايه قلنا التصويت انتهى بسرعه كده وتم حسب. لغوش لغوش لا 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 المره اللي فاتت لا احنا قلنا التصويت طلع لا، اما بصيت دلوقتي التصويت على صفحه التويتر بتاعتنا المفروض حولها مظبوط بقى المره دي كان 53% لمع اللي انا كنت بدافع عنها، يعني انا تقريبا بعد ما عرضت وجهه نظري عشان كده بدانا نقدم فقره وجه لوجه. خلينا الاول عشان يبقى في وقت للتصويت، خلينا الاول نبص على فقره التصويت. قول لي بقى انت الارقام عشان انت شايف احسن مني. عمر السعيد 46% وسيف الدين جزيري 54%، مش بعيد. قدري اخد الجانب اللي اخد الجانب اللي الأقل. الجمهور مش بيصوت له في الاول بيبقى تحدي كويس برضه يعني. تمام. عموما انا اشرح لي بقى انت الاول وجهه نظرك. الاعزاء ان سيف الدين الجزيري هو الانسب لقياده هجوم الزمالك في مباراه القمه. بصراحه انا شفت عمر السعيد في البدايه بيقدم مستوى كبير جدا، وده اللي انا بقوله ده مباراه القمه فقط، لو اي مباراه ثانيه خليفه كان في رايي ان عمر السعيد هو اللي يكمل بالفورمه الممتازه جدا، وده شيء مهم قوي عشان بس تبقى الناس واضحه. مباراه الاهلي ليه هي بقى مختلفه؟ لان ببساطه ده مباراه ديربي،
يعني قدام فريق بيوازيك في القوه تقريبا، بالتالي انت مش عارف السيناريو هيمشي ازاي. انت لو عايز تسيطر على المباراه مثلا وعايز تهاجم وتلعب من الاجنحه وتلعب لعمر السعيدي خليفه والامور بتمشي بالشكل ده، انت مش ضامن ده يحصل في الملعب، مش متاكد. تلعب فريق قوي، فريق لاحترامه، فريق يعني انتوا تقريبا راس براس، يمكن فريق اقوى منك او فريق انت اقوى منه، حاجات بسيطه تخضع لوجهات النظر. لكن انا في رايي ان سيف الجزيري عنده بعضا او عنده بعضه مش عارف، عنده بعضه من عمر السعيد، لكن عمر السعيد ما عندوش اللي عند سيف الجزيري. تفرق يعني اذا كان عمر السعيد افضل في الكرات الطوليه والكرات الراسيه والكلام ده، سيف الجزيري مش صفر فيها. يعني سيف الجزيري والرجل مش صفر فيها. تعالى مثلا على سبيل المثال نشوف لقطات المباراه بسميها الايقونيه لسيف الجزيري في كتارجت مان، كمهاجم تارجت. تعالى نشوف اللقطات في مباراه الاسماعيلي، لو تفتكر المباراه دي كان سيف الجزيري رائع في الكرات الطوليه، ممتاز جدا بياخد الكرات الطوليه. يعني ده ممكن تستفيد من حاجات زي كده في المباراه، انت تعوض ان عمر السعيد ممتاز فيها، لكن سيف الجزيري زي ما بقول لك مش صفر فيها. يعني تعال نشوف لقطات ثانيه برده، سيف الجزيري بيجيب الكرات الطوليه بشكل كويس جدا ومستمر في النقطه دي، مش مقصر فيها. يعني تعال نشوف برده اللي هنا سندها بصدره بشكل كويس واستمر في الكوره، كان على طول اللقطه اللي بعدها هنا برده خلي بالك القتاليه بتاعته وسرعته بتفرق معاه. هنا برده نفس الموضوع، الكره الطوليه بياخد الكره الطوليه، ما عندوش مشكله ان هو يبقى يعني الكره الطوليه يبقى هو ند فيها، مش افضل شيء، مش زي عمر السعيد، لكن مش صفر فيها. لكن سيف كمان عنده مميزات بقى مش عند عمر، زي انه مثلا لاعب مساحات، لاعب كويس جدا. وانت في مباراه زي مباراه القمه ممكن جدا ان فيها مباراه مساحات، ممكن الاهلي يحصرك في بعض الفترات، انت عايز لعيب يشدك في المساحات بيقطع بشكل كويس جدا. انا بصراحه في رايي دي افضل نقطه قوه عند سيف الجزيري، بيقطع بشكل قطري ممتاز جدا في ظهر الدفاع، سواء ورا الباك او ورا الدفاع. برده تعال نشوف اللقطات اللي بالشكل ده معانا، لان سيف الجزيري اللقطه دي الموضوع ده كان لافت جدا حتى في اول مباراه لعبها مع الزمالك قدام الاتحاد السكندري. بص القطعه بتاعت سيف الجزيري عظيمه يعني. فالكرات دي سيف الجزيري مميز فيها جدا عن عمر السعيد في رايي، او عمر السعيد مش افضل شيء فيها. يعني هنا برضو دي اللي اعتقد اسفرت عن الجون صح؟ لا لا ولا فرصه صح؟ لكن بص القطعه برضو، القطعات بتاعته ممتازه جدا سيف الجزيري. بص هنا شيكابالا كمل على طول كمل هناك. ايوه هناك، بص القطعه، بص القطعه بس بيخطف ازاي؟ الخطفه بتاعته رائعه، شيكابالا برضو بديها له بالريموت كنترول زي ما بيقولوا يعني. فالقطعه بتاعت سيف الجزيري دي من افضل اللقطات، بيعتمد فيها على سرعته بشكل كويس جدا. برضه هنا مباراه الاسماعيلي الايقونيه اللي بقول لك عليها، بص القطعه بتاعته ممتازه في اي مساحه في ظهر الدفاع. خلي بالك احنا ما ننساش ان الاهلي ممكن في يلعب 3 4 3، سيف الجزيري ممكن جدا يبقى مفيد فيها. سيف الجزيري كمان يا خليفه بيعرف يتصرف بكره افضل من عمر السعيد، الكره لما تبقى على الارض هو افضل منه، وبيعرف يشكل ثنائيات كويسه جدا بينه وبين شرقي. فاعتقد ان الحاجات دي ترجح كفه سيف الجزيري مقارنه بعمر السعيد. اجي لك انا بقى ليه انا بختار عمر السعيد. تمام، احنا ايه هشرح لك وجهه نظري في نقط محدده. انا مش هجيب لقطات لسيف لان انا مقتنع بنقطه، ايا كان الذي سيتم الدفع به سواء سيف او عمر السعيد، فانا كل ثقه ان هو هيأدي بالشكل الافضل. كارتيرون هيختار، هو فيهم ميزه الاثنين بروفايلين مختلفين، فانا براهن ان كارتيرون هيختار المهاجم الاكثر مناسبه لطريقه اللعب اللي هي الزمالك هيلعب بيها. يعني هي الاستراتيجي هتحدد كارتيرون هيلعب ازاي، وبناء عليه سيتم اختيار المهاجم. وطبعا الحاله البدنيه والفنيه في التدريبات هتبقى حاسمه. انا بس هشرح توقعاتي مع اختيار طريقه اللعب في كارتيرون ومع ان احنا بنلعب المنافس الاهلي. ليه عمر؟ انا اول نقطه التهديف دي اما بتمشي معاك بتمشي، هي ماشيه مع عمر. يعني سريعا كده نشوف الجونين كده، نفكر الناس برضو بالحجيه الافضل ان هو بادئ الموسم رجليه ماشيه، الجونين اللي جابه في انبي والجون اللي جابه في طالع الجيش، طالع وراكب وبيستفاد من زيزو اللي هو نقطه قوه الزمالك حاليا. يعني انت في اللقطات اللي جبتها لسيف بيقطع فيها كان بيستفاد من قدره شيكابالا في ارسال الكرات ورا الدفاع. خلي بالك احنا دلوقتي نقطه قوتنا بتبقى كتير جدا زيزو وعرضيات زيزو، وفي نقطه كمان استثمر في نقط قوتك. يعني النقطه اللي عند المنافس هو اللي خط الدفاع مش عندوش تعامل افضل حاجه مع الكرات العرضيه. انا عندي لاعب مميز زي عمر السعيد في الكرات العرضيه، فده انا بستثمر فيه. وكمان كارتيرون كتير بيلعب الكره الطويله، التحول بقى عشان تبني وتطلع بالكره الطويله. تعال نبص كده على عمر السعيد في ماتش واحد، ماتش طلائع الجيش، شوف استلم بيستلم الكره العاليه عامله ازاي. يعني انت لو لعبت طويله خصوصا مع ضغط الاهلي العالي هتحتاج بقى اللاعب اللي ياخد الكره دي ويقلبها هجمه زي اللقطه دي. هنا طلعت هجمه لزيزو، هات لي اللقطه اللي بعدها على طول برده. هنا ابو جبل
عمر طالع هو مميز في الكرات البطوليه مش كده بالظبط، وخصوصا خلي بالك كان بيلعب على الفيل واحد من المساكين المميزين. لا طالع وبيوجه وبيوجه على النقط دي، واللقطه اللي بعديها برده على طول مش دايما مضطر ان الكره توصل لزميله، لكن هو مميز فعلا. حلو الماتشات برضو، ماتشات الديربي بتخلص في حته التفاصيل الصغيره ومن ضمنها الكرات الثابته. عمر مثلا هتلاقي في ماتش طالع الجيش في تو كورنر واحد منهم جاب البنالتي، نشوفه في السريع كده كان سابق المدافع والمدافع اضطر لدفعه، نشوفها بسرعه هنا جاب البنالتي تسبب فيه لانه سابق وقوي حاطط نفسه في مكان كويس، وتعالى هنا برضو في كورنر تاني هو واخد القريبه، وانا بحب قوي المهاجم اللي يعرف يسبق وياخد القريبه حتى كمان عفيفي كان بيتعذب حبيبي حبيبي يجي برضو الكرات الثابته اللي علينا، تفاصيل المباريات دي بتفرق، التفاصيل الصغيره قوي الكرات الثابته اللي علينا برضو عمر بيأدي فيها واجب مميز، خصوصا ان الاهلي بيلعب يعني احنا نهائي افريقيا في جون متسجل فينا من كره ثابته، عمر مع المدافعين بتوع الزمالك لا عمر بيأدي الكرات دي بشكل كويس جدا. تعال نبص عليها كده طالع يعني بيطلع بيشيل من بعيد، هات اللي بعدها على طول برضو واخد الايمن قريب بشكل كويس جدا. اخر نقطه كمان هو برضو لمسته على الارض كويس، يعني عمر ما ترملوش في مساحه ولكن لمسته على الارض كويس، على اوريك كده يعني كورتين بيجوله بيتصرف فيهم بشكل معقول جدا يعني لا يعوقه الموضوع. هنا بيتمرر بن شرقي سابق وحاطط دي اللمسه الواحده بالظبط، وهات اللي بعدها كمان هتلاقي هنا بيحجز بالظبط وباص عادي. بص هجملها لك بس الروح بقى والسبيريت اللي عنده عمر في اخر لقطه كده اللي هو الضغط، وفي حاله دلوقتي ارتياح مع الجمهور اخر لقطات لعمر، هو بيسال على نتيجه المنافس في ماتش الجونه مديها حاله من الجمهور كده. فهنا عمر مثلا هنا الكوره بص شوف هنا خلاص كمل كمل كمل، بص بيضغط بسرعه ازاي عمر في الفتره دي مموت نفسه حرفيا. لا فعلا ما فيش كلام يعني كلنا ثقه في مهاجم الزمالك اللي هيلعب بالظبط، احنا كلنا ثقه. وانا حتى بس اديك الوقت ما بينتكش لقطات برده عمر يعني مش افضل شيء في برده تعامل مع الكوره، مصطفى فتحي مثلا مرر له الكوره على الجنب كانت كوره مهمه ممكن تسفر عن شيء، احيانا مصطفى فتحي وهو لما في كوره اللي تنقطع فيها نجمل التحرك نجمل يعني. لكن مهاجم الزمالك غدا ما انا لسه ان شاء الله سيكون المناسب وهو اللي هيكون بالظبط. احنا بندردش مع جمهور احنا بندردش وواثقين ان الاثنين قادرين كل واحد عنده نقاط قوه كويسه قوي، وان كارتيرون هو في النهايه اللي هيطلع المهاجم كويس يعني اسلوب اللعب ممكن يستخدمهم الاثنين في الملعب في توقيتات يعني لا اقصد يعني انت كده. مثلا عمر لو افترضنا انه كارتيرون قرر يلعب عرضيات والقصه دي هتلاقي عمر سعيد كويس وهيبقى ساعتها انا معاك، ونفس الشيء لو هيلعب المساحات هيتراجع الى حد ما وكنت مش متوقع النقطه دي. فانا بس عشان كده قلت لك ان عمر سعيد او سيف الجزيري عنده من كل شيء مناسب للموضوع ده. لكن احنا خلصنا وجها لوجه، هننتظر راي الناس عشان خاطر نعرضه في نهايه الحلقه عشان نشوف مين اللي كسب عشان نديكم فرصه اكبر، لكن عايزين نشوف تقرير كده عشان احنا اتفقنا ان الزمالك مش اسمنت ورمله وزلط ولا مكان موجود في حي المهندسين هو النادي ده بس، لا ده الزمالك اكبر من كده بكتير، يشمل كل شيء، يشمل الناس، الناس اللي بتتعلقها بالزمالك دايما، فالزمالك اللي بره الملعب والزمالك اللي جوه الملعب. عشان كده تعالى نشوف حكايه ناس مع اللواء عبد العزيز قبيل. لن انسى موقف الضابط قابيل لانه وقف يناور بفرقه واحده بين الاسماعيليه والسويس في مسافه تحتاج الى ثلاث فرق. بالكلمات دي في كتابه الشهير البحث عن الذات خلد الرئيس الراحل انور السادات اسم البطل عبد العزيز قابيل قائد الفرقه الرابعه المدرعه اللي تاريخ حرب اكتوبر المجيده بيقف عندها كتير. الفرقه اللي خاضت واحده من اشرس المعارك من 6 اكتوبر 73 حتى فبراير 74. وقت القتال ما كان على اشد غرب القنال كان الاتصال مباشر بين المشير الجمصي والرئيس السادات والعميد وقتها عبد العزيز قابيل قائد الفرقة، وده وضحه المشير الجمصي في مذكراته اللي أكد فيها أن الرئيس السادات أبداً منساش موقف اللواء عبد العزيز قابيل، بل أنه اتدخل بنفسه عشان يعدل الوسام الممنوح ليه عشان يخليه وسام نجمة الشرف العسكرية تقديراً لدوره البطولي في حرب أكتوبر. الدور والثقة اللي فضلت مستمرة في شخص اللواء عبد العزيز قابيل اللي تعين كقائد للمنطقة الغربية العسكرية وبعديها في منصب الملحق العسكري في واشنطن. ده واحد من فخر ناديكم، اللواء عبد العزيز قابيل احد ابطال اكتوبر الكبار ولاعب الزمالك في فتره الخمسينات واللي خدم الزمالك في العديد من المناصب كمدير كره ومدير عام للنادي ووكيله في النص الثاني من الثمانينات والنصف الاول من التسعينات. وده الزمالك اللي صفحات المجد ما بتخلاش من اثره وبصمته، اللواء عبد العزيز قابيل
في مناوراته الصعبة في حرب أكتوبر بإمكانيات لا تناسب المساحة اللي المفروض يغطيها. كان شبه الزمالك اللي في أوقات بيقاوم الظروف ويخرج بحكايات أجمل من الخيال رغم كل الصعاب. ورجعنا لكم مع فقره سكاوتنج. اللي اخترنا المره دي ان احنا ما نتكلمش على اللاعب بعينه بل بنتكلم على منافس النادي الزمالك المباراه القادمه هو النادي الاهلي، عشان خاطر نستعرض كده ونشوف ايه اللي هو يتمتع بيه الاهلي من مميزات وايه برده اللي بيعاني فيه من عيوب نتمنى ان الزمالك يستغلها بكره باذن الله. عايز اقول لكم ان الزمالك والاهلي عندهم اوراق كبيره هجوميه، وبدليل ان هم اخر اربع ماتشات بين الفريقين الاثنين سجلوا جوان، ودي سلسله ما اتكررتش لاربع ماتشات على التوالي من بدايه الالفيه، وتحديدا في الفتره ما بين 2000 ل 2003 واللي الفريقين سجلوا فيها في سلسله من ست ماتشات على التوالي. عندنا خليفه بقى نتعرضه في الاهلي. اول حاجه طبعا الاهلي زي ما قلنا كده الزمالك بيحتاج في ماتش طالع الجيش الثبات عند الضغط العالي، الاهلي من الفرق بتضغط عليه بشكل كويس جدا. شوف كده هتلاقي الاهلي من الفرق اللي عنده الضغط العالي بشكل كويس جدا، منظمين لحد ما هم بيطلعوا ما بيطلعوش عشوائي. شوف لعيب بيطلع كده جدعانه لوحده قفشه بالذات واحد من افضل اللاعبين في الضغط في رايي، دايما هتلاقيه الفريق بيضغط بالضغط بشكل ضغط عالي بشكل جماعي بشكل بيطلع بينا مكاسب كويسه طبعا بهجمات خطيره على المنافس، بيستغل بيختصر الهجمه ان هو يقطع الكوره في نص ملعب المنافس، وده شيء مهم. هتلاقي لما بيضغط بيضغط برده زي ما بقول لك كل واحد مع واحد زي ما احنا شايفين بيكلف المنافس احيانا، خصوصا احنا عارفين في الدوري المصري اغلب الفرق بتعاني لما فريق يضغط عليها عالي. يعني ده نقول الباقي من ارس فايلر، ممكن نقول باقي من ارس فايلر فعلا. هنا الضغط هنا مش ضغط عالي قد ما ضغط عكسي، يعني الضغط ده اول ما الكره اتخطفت من الاهلي على طول في ضغط واستمرار في الهجوم، وديانج بيضغط هنا اللي هو كان مفترض ممكن ما كنتش في المباراه لو كان في كارت احمر مباشر قدام الاسماعيلي، لكن الاهلي بيضغط ضغط عالي كويس، بيضغط ضغط عكسي كويس. لكن احيانا واحد من اللاعبين بالمناسبه في مساله الضغط العالي دول مميز وعصب القصه دي غير قفشه عمرو السوليه، ليه لقطات كويسه وعنده سرعه في انه احيانا حتى لو تراوغ على طول بيلحق يلم الامور على طول زي ما هنشوف في اللقطات معانا. عمرو السوليه مهم في موضوع الضغط العالي هو وقفشه، لكن كمان يا خليفه عايز اقول ان الاهلي بجانب الضغط العالي ده ساعات بيدفع الثمن، لكن ده هنشوفه برضو ان هو تعال نشوف هنا اللقطه الاول هنا بدرون طلع من مكانه عمرو السوليه بيغطي وراه على طول بيلحق يغطي عشان خاطر يمنع الهجمه بتاعه البنك الاهلي اللي بصراحه قدم مباراه كويسه يعني في رايي. هنا برضو نفس الشيء عمرو السوليه واحد من اللاعبين اللي بيراقبوا الهجمه المرتده للمنافس، بص هنا بيضغط بشكل كويس ويطلع الكوره، فنحب ان احنا دايما نحاول نتفادى النقطه دي او الكرات الطويله ممكن تبقى مؤثره ان انت تتفادى لاعب بيقدر يضغط بشكل كويس زي عمرو السوليه. برضو نفس القصه هنا عمرو السوليه بيضغط بشكل مستمر. كمان التحولات السريعه لو نقلنا على طول هو خلي بالك الاهلي من اقل الفرق اللي بتعمل مراوغات مش بتقلق يعني غير متناسبه مع ان فريق قمه. يعني الاهلي كان السنه اللي فاتت عنده تقريبا هو الثالث من تحت يعني فاهم في جدول المراوغات، كان سموحه في الاول بفضل احمد عبد القادر ومصطفى فتحي، الزمالك كان الثالث، الاهلي كان الثالث من تحت. مش متناسب طبعا مع قوه الفريق ومع منافسته على الدوري، ولكن هو كان الثالث من تحت. معدل مراوغات الاهلي بيبقى منخفض، في خلال 90 دقيقه بيعمل حوالي 14 مراوغه، ده الموسم اللي فات كله. فبسبب ايه بقى اللي انت بتتكلم فيه؟ هو ما بيقطع الكوره بيلعب بعدد نقلات سريع جدا، وده بيخلي مسؤوليه على الزمالك ما تفقدش الكوره. تعال اوريك الكوره ما بتغيبش في رجل لاعب، الكوره بتتنقل بشكل سريع جدا. طبعا اشهر لقطه ليهم مثلا موضوع اللونج باس بتاع محمد شريف هنستعرضه، لكن هنا الضغط على طول اول ما بيقطع بتلاقي بقى مفيش حد تمرير على طول، تمرير من عشان تبقى هجمه على طول او لمسه ولعبه يا دوبك، يعني تمرير مباشر الفريق مباشر اكتر منه بيبني لعبه ويجمع لعبه. نفسي في القط محمد شريف مميز جدا في القط ورا المدافعين. هنا الكوره مثلا هو بيرجع مفيش فلسفه كتير، يعني بعد القطع الكره بتطلع على طول. بص هنا قفش ما وقفش مفيش فلسفه. أيوة. عدد المراوغات مش الاعتماد، لا هي الكره بتتقطع بتتعمل بشكل سريع جدا. حتى في مباراه الحرس الوطني نفس القصه مفيش يعني قليل جدا اللاعب اللي بيختار اختيار المراوغه. طيب احنا اتكلمنا عن الضغط الايجابي للاهلي ازاي الضغط العالي احيانا بيبقى كويس لكن احيانا بيبقى فيه ضغط سلبي، وانا شفت الكلام ده بالذات في مباراه البنك الاهلي. الاهلي كتير جدا البنك الاهلي قدر ان هو يلعب عليه بشكل كويس قوي في النقطه دي. تعالى برضو نستعرض مع بعض اللقطات اللي واضح ان البنك الاهلي قدر يكلف الاهلي او مش حاجه في الكوره بتتعمل تعملها ما بتكلفكش بالظبط، يعني طالما بتدفع الثمن دفاع عدد لاعبين في ساعات عشان تستفاد لازم تدفع الثمن بالظبط. فالاهلي دفع الثمن في لقطات زي كده، طبعا مش ضروري تكون تسفر عن الاهداف، لكن هنا الضغط العالي
ما كانش افضل شيء، او اللمسه السريعه ممكن تخلي مساحات. هنا بدر بالون طلع من اللعبه، طلعته من اللعبه خلاص. عمرو السوليه يحاول يضغط برضه، اللي هو من اللعيبه المميزه في الضغط. بس محمد هاني طبعا تصرف ممتاز، محمد هاني اللي بيلاقي انتقادات كبيره. انا ما اظنش انه ممكن يكون موجود بكره، يعني انا بيقولوا دايما اللاعب الصاعد مستمر، اللاعب صاعد لفتره طويله. لكن الجانب السلبي في موضوع الضغط ده، تعال نشوف برضه اللقطات الثانيه في موضوع ازاي الاهلي لما بيكون في ضغط عالي ساعات بيعاني منه، انه يكون اللعيب الفريق المنافس بيسحقه. يعقوب بالمناسبه قدم مباراه كبيره يعني في مباراه البنك الاهلي، كان لعيب ممتاز في مساحات. دايما الضغط بس احيانا في النص ملعب بالذات الثاني، المنظومه الاهلي الدفاعيه في الجانب الاخر من الملعب، من الجانب بتاعه هو، احيانا بتبقى فيها مشاكل. دي كمان من الحرس الوطني، الحرس الوطني خلينا نتفق ان هو فريق فريق مش افضل حاجه بالظبط. فالفريق يقدر يشكل خطوره من الضغط من الخروج من الضغط، فده يسمح لفرق ذات جوده افضل ان هي لو قدرنا نكسر الموجه دي بتمرير مظبوط، ممكن الزمالك يجد المساحات التي يبحث عنها لاعبيه. زي انت قلت اتكلمت على اللعب المباشر الاهلي، فالاهلي دايما معروف باللونج باس اللي في ظهر الدفاع، بالذات محمد شريف لما بيحاول يستخدم بيرسي. طبعا كوره موسيماني موسيماني عايش عليها يعني بفتره كبيره. تعال نشوف لقطات برضو للاهلي بيكون خطير فيها شويه من اللونج باسز دي، او مش شويه خطير فيها كتير، لكن ان شاء الله يعني الونش ومحمود علاء بيعرفوا يتعاملوا مع الكرات دي بشكل كويس. فبرضو بص القطعه دي على طول تتلعب دايما كتير، مش بس لمحمد شريف، هنا كانت لكهرباء اعتقد نفس القصه برضو في مباراه الحرس الوطني. الكره هنا برضو الباص على طول بيلف عشان يلعب كره طويله على طول، وده يعني اسلوب لعب برضو يعني كارتيرون فتره استخدمه. لكن هنا محمد شريف كان بيبقى خطير، هل ممكن نشوف محمد شريف بكره ولا لا؟ مين عالم، هو بعد ما اثبت وجوده في الشوط الثاني من المباراه ممكن يبدا يوم ثمانيه بعد بدايته الموسم. خلينا نقول ان سلاح الاهلي الفتاك اللي هو الكره الطويله هو برضو المكان اللي ممكن الاهلي ينضرب منه. يعني برضو الكرات الطويله اللي بتتلعب بسرعه، يعني احنا اتكلمنا الاول انت ممكن تخرج من ضغطهم العالي عليك بتأني وتمرر مظبوط، وممكن بسلاح الزمالك بقى اللي هو سلاح الكور الطويله المظبوطه. لا الاهلي بيعاني هنا، الكوره طويله مظبوطه ممكن تنتج عن شيء. هنا في ماتش البنك الاهلي هنا اسامه فيصل يعني كان ممكن يحاول فيها عمل حاجه، هنا الاستلام غلط من اسامه فيصل برضو، لعبنا المعار اللي اتمنى له مزيد من التوفيق ان شاء الله مع البنك الاهلي. هنا لو استلام مظبوط بالظبط طبعا يعني الاهلي بيعاني برضو. في مثال بقى ثالث اللي هو الحرس الوطني اللي احنا قلنا ده فريق لا يا ربي كان في امبي هنا اللاعب راح بشكل يعني راح بشكل كان يقدر يعملها بشكل كويس جدا. طب سؤال بقى يا خليفه، تمام دلوقتي الاهلي لعب مباراه او مباراه الاخيره المباراتين قدام الاسماعيلي والمباراه الاخيره لعب بطريقه 3 4 3، هل ممكن بعد ما ظهر سوء هذه الطريقه في الشوط الاول مباراه البنك الاهلي وتحول موسيماني لطريقه 4 2 3 1 في الشوط الثاني، هل ممكن يستمر بنفس الطريقه ولا لا؟ يعني يستمر 3 4 3 ولا 4 2 3 1؟ انا في رايي يعني سالتني الاول خلينا نجاوب الاول ماشي. انا رايي انه هيغير طريقته، هيرجع لاربعه اللعب بربع بعد ما اثبتت الطريقه ان هي مش افضل شيء للاهلي، وشكل شكل الاهلي في الشوط الاول بالذات ما كانش افضل شيء. حتى الشوط الثاني برضو البنك الاهلي هدد، لكن هدد بسبب ان الفريق اندفع، لكن البنك الاهلي في الشوط الاول كان عدد اللاعبين قليل، كان بيقدر يصنع خطوره على الاهلي. من اهم الحاجات اللي انا بشوف ان موسيماني هيغيرها بسبب الخطه دي، انه قفشه مش لاقي نفسه في طريقه 3 4 3، بيلعب كتير على الجناح. قفشه واحد من اللاعبين المميزين في فكره اللعب في خط النص، والجون بتاع الاهلي من بنك الاهلي اصلا قدام البنك الاهلي كان ان قفشه في بعض الاحيان كان بيعرف الطبع يغلب التطبع، بيراجع تاني خط النص ويبدا يحاول ان هو يضغط من خط النص ويشكل خطوره. فواحد من الاسباب لكده، والسبب الثاني ان احد اهم اسباب ان الاهلي لعب بالطريقه دي ان يلعب على الاجنحه، يطير علي معلول، يطير محمد هاني او اكرم توفيق، كان موجود بيرسي تاو اللي هو لاعب قصير القامه. يعني الحاله اللي ممكن يلعب بيها بس انه يلعب بمحمد شريف. اما السبب الثالث ففي رايي ان انا شفت اللي شايفه من قدامي ده، دي لعيبه مش متدربه كتير على 3 4 3، يعني اللعيبه حافظه 4 2 3 1. انا شفت تضارب كتير، بدر بنون احيانا ما بتقدمش بالكوره كتير اصلا، في تضارب احيانا في اختصاصات اللاعبين في مساله الضغط احيانا. فاعتقد انه ممكن يرجع في مباراه حساسه زي مباراه الزمالك للطريقه اللي اعتاد عليها اللعيبه، وظهر ان هي افضل ليهم في الشوط الثاني. انا هقول لك اجابتي، اعتقد احنا هيتم استخدام الطريقتين في الملعب.
انا اعتقد ان موسيماني هيختار 3 4 3 في البدايه. ليه؟ هو عمل بيها نجاح في مباراه الاسماعيلي وقبل كده استخدمها في مباراه الترجي. اعتقد موسيماني بيفكر ان هي الطريقه المناسبه في المباريات الكبيره اللي هو بيواجه فيها خصم برضه هيهاجمه وحاجات زي كده، تبقى مباراه الجزيره دي ولا 3 4 3. هو اعتقد موسيماني هيستخدم الطريقتين. 3 4 3 عند موسيماني هي الحته اللي هو مختار فيها. هو عايز الباكين بتوع الاهلي اللي هو بدري بنون وايمن اشرف من احسن حاجه في الكرات العرضيه. فهو بيحميهم بوجود حمدي فتحي في وسطهم، وده بيسمح له بيديله احساس بالامان الزايد. ممكن العنصر الوحيد اللي يخليه يغير الطريقه زي ما انت قلت محمد شريف، بس هو ممكن يستخدم محمد شريف في 3 4 3 على التضحيه بميكيسوني، ويستخدم محمد شريف ويستخدم خالص بيرسي تاو، ويستخدم معاه قفشه. ما كانش منسجم فعلا ميكيسوني كتير لما الكره تيجي على يمين، واعتقد هو ممكن يغير الطريقه في ثاني المباراه، بس انا اعتقد هيبدا 3 4 3. خلينا نشوف ايه اللي ممكن يحصل. تعال بس نبص بقى على نتيجه الاستفتاء بتاع مالك باذن الله، وطبعا هنشوف نتيجه الاستفتاء معانا ونشوف الناس وصلت لايه. سيف الدين الجزيري انا كنت بقول 46، في اي تحسن؟ طيب من عمر السعيد 44، انا قلت الجزيري 56. استنى الاسبوع الجاي بقى، يمكن الناس بتتفرج عليا بيقتنعوا الاسبوع انت واقعد تستنى لما الدنيا تطول شويه الامور بتبقى لصالحك. لكن حتى هذه اللحظه الناس منحاز الراي سيف الدين الجزيري، والفرق مش كبير وكلنا ثقه في الاثنين. بس في حاجه بقى عايز اقول لكم عليها قبل ما نختم الحلقه مع خليفه، ان مفكركم انه في هاشتاج اسمه المعلمين. الهاشتاج ده يعني عايزين نشوف بقى المعلمين فيكم ايه اللي يحصل. اكتب اللي انت بتشوفه في المباراه، مثلا عايز تغيير معين، الكارتيرون يعمل حاجه معينه، لعبه معينه، اللعبه دي لو جابت اثرها في الملعب، لو كارتيرون نفذها او على سبيل المثال ما تنفذتش، وبالتالي ممكن تبقى جابت اثر عكسي لو ما تنفذتش. هنختار بعض الناس اللي هتكتب تستخدم هاشتاج، طبعا مع فن وهندسه برده هاشتاج فن وهندسه، نختار مين عشان نشوف مين فعلا المعلمين اللي اختاروا قرارات كانهم كارتيرون بالظبط. يعني طلع انت المدير الفني اللي جواك، وانت في الحلقه هتطلع معانا ان انت معلم من المعلمين فن وهندسه. خلصت 90 دقيقة فن وهندسة، ولكن الزمالك أكثر طول عمره أكثر من مجرد 90 دقيقة، فهو الزمالك الذي يملأ القلب ويملك العقل ويصادر الخيال. نشوفكم الجمعة وإن شاء الله نكون بنحتفل بإذن الله.